عشان يخسر بالجيم يكفرني مره كي وات ذا فاك. ايش فيكم البارحة؟ شنو لوس عندكم؟ يا ابا هاي القاعة كل وين مرة يا قاعة؟ يفرغ لنا القاعة بحد. هالمرة هاي شو الهواية قالب علينا الجديدة. بالقاعة؟ 50 واحد دا يلعب بالقاعة واحنا دا نلعب باكت لوز مكلب بالاربع مدين. ايه قول قول الجيم كله الاول قولك. كانوا ما كحد يلعب ولعبنا عادي طبيعي صح كان شوية لوز بس مو ذاك يعني اللعب 10 9. الجيم الثاني كلها جدي صح على لعبهم هذول ما يقدرون يغلبون الكلاونز جو يموتون. ما يقدروا الموجلانس لازم والله يسببون احنا بعيد. فايزين البارحة لما الاخير هاي يصعد الخرا كان فزنا. اه يس بس الجيم الثالث الدرافت مالتكم كان الجيم الثالث اصلا ما حد يلعب. ماريو شامر السماعات وهيك دا يلعب بس بالماس. هذا ميثم يقول والله ما افوز دا يحضر نبي. يا بش بيكم كلها اندقرت وكلها رادوا نخسر بسرعة حتى نطلع لأنها صارت عركة ويا أبو القاعة وتعارك الكابتن مالتنا. عبد فاللي احنا الأعلى مو متفقين ويا اي تعارك ويا وصارت مشكلة ايش كبرى وايش قدها. ما شفت طولنا بين الجيم الثاني والثالث صارت عركة ايش كبرى وايش قدها. النوبة طلع قال والله ما ألعب بهاي القاعة. ايش بيه هذه القاعة الزينة ايش بيه مال اندر جراوند؟ مو مال اندر جراوند مال روبن. ادري 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 اعرف بس ليش ما راح اقول له اندر جراوند؟ هو عبد الاعلى تعارك ويا ابو القاعه وصارت مضارب وما اعرف شنو. عاد ودينا راح هو الاندر جراوند واحنا بقينا. بس شنو يعني كلها طايجه كلها تريد الجيم يخلص بسرعه. انتوا ليش تلعبون هي بهاي القاعه؟ ليش ما تروحوا تلعبون غير قاعه من البدايه؟ يا هلا شلونك شو اخبارك؟ شو ماكو؟ الله يخليك. والله انا زين انت شلونك؟ الله شو اخبار حسن؟ الله يحفظك الله يحفظك حيدر شلونك تمين؟ الله يسهل عليكم شو ماكو؟ ما حد تحضر ماكو قلبوا علي بيستلعب من ورانا لو لا اني لا من لاعب لاعب الدوت لاعب الدوت انضربت بالنعال هيدا. يا بس شنو شو بدنا نلعب شنو ايش فيكم سيس عمي سيس ترى نلعب سيس وقت يوم بالليل اليوم الصبح اليوم نبقى الصبح اقول لك لكن بيا من طبعك كذيب ما افوز الا ما مار لابد اخسره. الله عليك زينين من الدراف خليتهم يفوزون. ابو اللي عدت شو اسمه حتسوي الستريم كله؟ والله شكله هيك. ليش تبكين بعد ما مسوي؟ لا سويت 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 بس بعدني بالبيكات يعني ودي ليه؟ هي بالبيكات يعني ونلاحظ ان انا اتوقع يعني باللعبة لو حسن موجود كان يقول اخذوا جاكيرو على مطاها. يو حسن موجود لو حسن موجود وحد كان قال زين مونكي ليش اخذوا مونكي؟ حسن شعلي لا شنو ايش رايك كان قال هذا كان اذى حيدر. اه شنو ايش تقصد؟ اي هو هاي حكي حسن احنا ما علينا احنا نمشي نحكي باسم حسن. اه ايه قبل نوت كان يقول احتمال بيستي كان موتهم كتل بي شنو؟ شنو؟ وين مقطع لعب وين؟ ما مركز ده افكر شو اطلب على العشاء الثاني. اطلب 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 خرب الدوته. يلا حيدر على شهر حيدر مو تضربنا بور على شهر السادس شنو؟
رحت هو روح ام بي سي. هلا بيكم. رحت هناك اجر لنا فتشقه شغله اسبوعين. اسبوعين كافي او اسبوع؟ اسبوعين كلش كافي. شفت ترى كواي مكانات. بس رايح الجزة الإمارات؟ والله قلنا لي عليها بس ما أنا هالأماكن ما راح لها. كلش حلو والله. يقولون حلوة بس. دا أنا بقولك حلوة أنا رايح. تكو بيها هي. جزيرة تأخذ بايسكل تفتر هناك. ويعني شاط وجزر بصفك منظر حلو. صار أقولك يعني ما عادي راح يش يعني يفتر شوية ويرجع لأنه غالي هناك شوية. مطاعم ما بيها ما بيها يعني وايه. بلوعه انا اريد اروح المطعم المدينه وياك من تجي مدينه ما رايح له مشكله يعني ما كنت هسه بلوعه اطلب لحوم يا اخي لحوم هاي هذا الطلي لحوم هذا الطلي هذا الهربي لا هذا الطلي يشق بطنه يطلع منه دالمه يا اخي اي ما ادري فورك اي بورق اه مثلا هاي الكباب البدوي لا والله لا قاعد مره انا ما بس مصطفى ثاني ما ادري طلعه اخذ كباب البدوي ها وين تركيا لا بالعراق اه بغداد ونفس هذا بالكرادة لو انا غلطان اي بالكرادة اي رايحين خبر الكرادة دين لك اطيب كباب خاف الاول ستار ايش تتوقع من كين اتوقع هذا كومبو انه شو يسوي ياخذ سنتاور يضرب مستان على مود ليش راك يضرب مستان من فوقه لا مو الكومبو هيك ها جاجرنوت قبل اللي يفتر جاجرنوت يحط عليه هاي يرجع للبيس ويفتر جاجرنوت ويرجع اها ترى طاج جاجرنوت لزين ليش اسمه هذا سطلون كل زين تشين بالجديد سطلون هذا الليفل مالته يفول دم ويعطي دمج قوي باللين بس احنا دائما ما نحكي من ناحيه الهيرو نعم لا لا نعم انت ضربوا طبعا على اول بيت اختاروهم جماعتهم يعني الدك كرونا يلعب ليش راك وسلطان يلعب بزق فطاهم ليش راك ميت غير لا ليش راك طبعا البارحه السبورت مات سوى غلطات الا فظيعه مال تيم زاء نص المواجهه كان يضرب صاحبه ثالث مال وينتر وقفه المد هو كان يقدر يجيب كتله واي هو سوى غلطات اي خلاه يموت هو سوى غلطات بالمره اي الغلطات الصغيره تخسر احب اهدي اغنيه افتح لنا اغنيه بالوعي بس لا مو مالتي طالع لي شو اسمه بالفيسبوك الفيديو المنتظر فيديو من شلبي مع المخرج خالد يوسف الفيديو الذي يبحث عنه الملايين داعش كاملا في اول كومنت بليزكم ايش تطلع لان بلوك لا طب لي هكرني يبحث لك عن الملايين رجع يبحث لك عن الملايين بس اجي على كوين ميد مونكي ايش ناقص من بعدهم سبورت يوم مونكي يلعبوا بسجن فور ايش يعني راديانت تيم باك طيب بسجن هذا خلاص شو جندال ترى ما احد يختار لك لينا Five seconds remaining. Radiant team pick. Dire team pick. إن الله أعطاك عقلاً. إن الله أعطاك عقلاً لا تصرف كالحيوان كن سليماً. الله. كاش بلو علمني شان أدي الدقمة ألغيها. روح على الدقمة اللي طفي الأغنية. يا الله اللي هي هالستوب على اليسرى دوست عليها رايت كليك وسيت هوت كي كايمد انتي ميج
والله احنا من لعبنا فوزوهم ماكو سبورت ترى بيوم قد يلعبون. User joined your channel. الو اه قندال اه جابو جهه جاي تسوي شاميه فما تلعب بالشاميه اه بالدرافت يا الله انت الباحة طلعتوا ميمار هاي شنو طلعتكم دولة والله يعني. بس تسوي احنا بس مباشر قلبي بس هذا ما سوالكم شير هذا لك 500 مالكم طاهة قندال بث مباشر طاهة يسوي باللو ها دحين على باللو كري اي لايف لايف ايدي يسوي بث لايف ها حيدر تحنوس يمكن ما كري مو قلت لك كريم كريم نوسي بس ابوهم يعني عادي من دوت غير اي باب دوت انا فتحت الرابط طلبنا على موقع قال لي على كلستين عرفت قبل طلعت مني قلت له انا مو دمسحه هو بس واحد قال لي واحد شو اذا انت صح بس كنت بس الله بس ما تعلقوا مش عاجب ايوه شفته مصاب اي باني والله يعني ما له علاقه صدق شنو هاي المرض ما تقع عندك العاطفة شنو؟ عط الحاسبة شايل الكرت مالتها لازقها لزق بالشرباية وقعد على الشرباية بدون ما أركض حصل لي سنين على هالوضع وش صار يعني؟ صار عندي الفقرة الأولى ما الركبة الفوق الفقرة الأولى والثانية إيش كمان يحتك كان واحدة بالدوخ وكان يسبب إيه يسبب لي دوخة وهذا وضرباني أوبر أوبرتين بالفقرات بين الفقرات قلت أسوي عملية بس بعدين قال دكتور مو ناجحة وما تنجح بالعراق يسقطوك فقال العراق يسقطون من صدق شو راح ترونتين على ذلك إيه فقال انتظر يعني على العلاج وصرتين والله صدق التزمت بالعلاج الحمد لله الحمد لله الحمد لله انت بس تبعك صغير جسمك يصير زين عسل اي هي هاي قال يعني لو كبير بالعمر و... طبعا لو كبير تبغى عسل قندال هاي قديم ما كلنا شايفه قبلنا مش شايفه الان لا ما شايفه شنو يا طاهر؟ لا انا قاطعها، انا صار لي وايد ما باوي لعبات. وايد سوي لنا. قندال غير فزت الجيم مالتي. صدق؟ والله. لحظة خليني اشوف الشاشة. حلو ابو عجقر نوت يسوي حركه ارتيزي يدب الكومنج بليد او يضرب الكريب الله عليك وبلاك الكريب مو بس الكريب بلاك والمفروض كان هو لا بالطبر يرجع لان دمج التور مو ثابت هي حركه صعبه بس حلوه حلوه منه دائما نشجع على المواهب لا طبعا من الكلام ولا توم ايج لا قلت شو اسمه شو هذا الكلام وال لا مال مين مال خير الله خير الله ايام هي غيره من مرة من عبد الحي مرة عرقتي عبد الحي ابي مس عبد الحي ها عبد الحي وياكم شلون وياهم الحي الله اعطاك عقل هنا تصرف بيك الحيواني ما سوى والدي نهاي ما سوى والدي نهاي خلاص يا شباب لا ودوك تذيب حيدار دي سوى والدي نهاي ترى خليها غفر سبلاد الكويت
كاي سكاي خسران بعيد. اي 4 على 6 مقابل 11. والليفول همين خسران. بس المشكلة بالمد. كانت مفرم ترى فري. هو ده اقول لك المشكله بالمد مالت زين. اي كله زين اللي والله من منو مون كيلو منو اجرنا كله زين. اجرنا تي بس المد المد كتله كتله الو شلون شلون انتم ميتين رانك هذا نتورث الف شلون الواحد نتورث الف عنده هاي عنده فير فاير وهاي لا تسخرها وهذه القفزة قفزة الارنب ريجن جوا عندنا بطل هاي على اكثر شسم هذا ثريل او فور هذا ممكن فور فور ليش اخذ الريجن كونه فين عندها بطل بس اذا المرد يضيع لفلين كاتل سكاي سكاي قتله حلو الستامن موكي جاب اثنيناتهم مات التميج مات التميج عنده ستيك عنده ستيك ما يموت عنده ستيك 14 راديانس كورير هاز بين كيلد قتل كورير عيني عينك مين فوت الكورير منه؟ شنو هالبنا هاي؟ شلون اعرف هالبنا؟ ايش تقدرون تشوفون ها مثل ما نشوف؟ ها شلون نشوف؟ اعتقد كوين راح كاتب سكاي سكاي ضرب القحطان بس كتل كتل بس ما ضرب الاول مات مد بوزيشن فا ديناي صاحبك ديناي صاحبك الله قبل شوية دي يسوي ديناي كان يخلي كوين تاخذ فيرست بلود هو مو ورا التور يعني كوين مدى تتك قندال حاول يسوي له فيرست بلود شو اسمه ديناي على مود ترى فشلت الخطة وفيرست بلود لكوين وحب اهدي احلى رسالة حب اهدي اغنية بابا اباح الحسن قروزي الله ما مانكي عنده انفيز ما عدم ستري هذا راح نضرب القحطان اولك حبي اطيسك اوه ما مات لا والله يمكن راح موت مات شوف سكاي قام يأشر شوف بينك 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 يعني ما تدقر واحد اندقر نعم ليس ودقرك يعني... حب احد جملة ليش راك يعني شو اندقر ان كل شيء سكاي راح يسوي سبورت راح يسوي سكاي مثل ما سويت انا ب 2014 لعبت ميد كونكي خسرت كان انقلب سبورت اشتريت وردات قمت ازرع وردات مثل ما يسوي حسن اي جيم يروح لك يفتح 2014 يطلع الرشيد الله تبى اللعبة تلاحظ حسن إيش قد لعبه بحيث هو ما موجود بس ذكره ما ينقطع. ونلاحظ سكاي ضرب مرة لخ بالقحطان. ما
بس ممكن من يموت دبل كيل اتوقع لا اوه استكاتك حبي سوى واو عايش وعايش لا لا ما يقدر عيش لا وكان يقدر يعيش تدري شلون يدوس استكد ثلاثه حسن قاعد على الجيم لايف ويدز شاب اشرب 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 خرب حياتك ضيع كل شيء مال دار كله ما بيدمج ولا اي حسن انا مو قصدي عليك قصد على غير حسن شو ما بيدمج وقف عايش ما بيدمج صحيح ما دام حسن جاي يسمعنا كل واحد خلي يوجه له رساله احب اقول لك حسن احبه يا ولد بالبدايه بعدين احب احب خير واحد لا انا احب خير واحد مو عزيز على قلبي كلش وسكاي انضرب بالقحطان الله لا حلو 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 راي يضرب بالقحطان بس ما انضرب لا لا جاي يستهترون الداير بس انا تيمج سبيس توقع مو كنا راح يضرب القحطان ولا هو متنك لا صلتي مع الدمانة والبوز من خير الله لاك من يقول ليك ليك الله عليك هذا طبعا لاعب بولند بس هو لاعب بولند هل توقع انه لاق صحيح يو تكتيكال لاق طبعا نوجه مو هو يجوز مو هو لا ايه سكاي سكاي هو طلع كرونا وين قاعد ما بدي اتحرك بالعراق السلام عليك السلام السلام هلا تريم للزلم هذا اطلع بكافي يلا طاز الماء انا احب اوجه رساله لحسن في اوديا اقول له تيم سبيك بدونك ما يسوى فلسي اخ بس كفو بدال اشد علي ها شنو يعني قصدك كفي عوض من مكان حسن طبعا طبعا اقوى من حسن حتى هذا الفايل يعني اذا مثلا بوخ. تقول كاف لازم يعني تقول حسن واذا تقول تريد تقول كاف قول حسن يعني اذا اغلط بيناتهم ماكو مشكله يعني لا لا يعني قصدك وجهان لعبله واحده ابدي هو نفسه اللي قلته تو كوينز بس هو هي عمله واقعه بالمجاري اي صح ايوه اكندال لا عيدة ثاني جملة وتفصيل انتي ميت جاني اذا حس رح يسوي مشاكل بكل شوي ونشوف تشين يسوي نفسه بلوك بسنتر ايش تمشغ ايش الواحد يورط نفسه بيه جيرو يعني ما ادري لا جاكر ناس سوى تي بي على لا شيء يسوي بلوك لل انتي ميت راسه نزل جوا يسوي بلوك للروحة واداس تذكروا بلو واحد ايه طيزة سيء فينيكس ايه واداس وسكاي كان بلوك همسيل لما وانك لمفا وانك يشيت اي بوي داشين هذا تراش توك مريد يا ولد بدون تراش توك بالتشات ويل ذا فوك هذا مورتل من هي مورتل يعني ترى هي أهم ضحك يعني واحد يسوي بلوك الروح إيه بس يكتب عليه ممكن يعني هو لا يعني لا لا إحنا من ناحية الضحك إحنا ما ندخل لا مو إحنا ما دخلنا يا شات شات بالجيج جيج جو تي في بس إنجلستان لا والله عشان بيمار من ناحية اللعب كل شيء ماكو بس أخلاق عالي أوه قتله والله ثلاث ما تم طاره مره واحده جس هاب رادينس بوتوم تاور از اندر اتاك طبعا الباحه من اسباب الخساره بلوعي انه ميمار كان عنده لاج قصدي كان عنده عمليه اصابه نعم مصاب كان يلعبون بلاعب مصاب يعني شلون يفوزون؟ حتى لو شوفه كان بالجيم يا رجل مسكين صارت تعليقات هواي على ميمار
حتى الموفمنت سبيد مال لاين كان كلش بطيء. واحد كتب ميموار كتب لاين نازل وغير على جيم ثالث التيم كله يريد يخسر. ليش؟ شنو ليش؟ هذا ماريا ذب السماعة، هذا ميثم تاكد يا بحكي صدق ميمار احكي لنا ايش صار بالكواليس مال الجيم الثالث. اي بس خلينا ستريم واقول لك حكيت تبلوعه وهو يدز لك على الخط. ماشي ماشي يعني اسرار صارت اليوم مشاكل. نعم مشاكل طبعا مشكله يا مشاكل لا يعني رايحين صاله صاله باكلوز مات 40 حيدر شعليو اللوس اللوس أرض غير اسمه جنسي أول يسمي لوس حيدر لوس حيدر لوس حيدر لوس ابن بينك حيدر ناشف كاف من النغل أستوني دي أقولها ما أريد واحد واحد ما أدري watch out an only invoker يلا سجان دغري يا شباب سويت لواهس. ليش الغلط من الطيز السيء يعني احنا تكتب ايش اللي انت مدى تسوي انت مدى تسوي ستريم على الفيسبوك لو منه هذا لا لا اذا تسوي ستريم على الفيسبوك حبيبي هاي ما احنا تطورنا بعد شنو بخير احكي قدامهم مو هنا تشمر الله لا لا اخوان الرجاء المحافظة على الاخلاق هاي مو اخلاقنا احنا كعراقيين لا طبعا العراقيين لازم يكونون ايد واحدة ضد الاجانب نعم انا هسه العراق كله دا يشجع دا يشجع تيم زع طبعا العراق كله قلب واحد ويا تيم زع انا لفهات كل شمك للبيت هذا انت تطلع هذا من كل شمك وانبها علي كف واحدة ثانية الكف هاي مو على كف هاي على بيت كف هو على اهله يعني ثاني الو خابر اهله يا جماعه شنو هذا الفيديو طالع عليكم جديد شنو صار بالتعليقات شكو جوال ما هذا الطيب السيء يدور مشاكل ترى هو هنا طيز السيء مو بتيم ميمار؟ ميمار ميمار طيز السيء بتيمك؟ ايوه ايان ايش دي صير بالممكن تشرحنا؟ شو صار غلط هواي؟ انا معنا شو انت تعاركت في تيمك تهم؟ لا ما تعاركت يعني اذا هو يغلط عن شعل ما يعني موجود بك انت تعرف يعني شنو الولد ليش بس احنا عندنا ميمار للتيم الجاي ولد محترم كل شيء يعني ما توقعنا هيك والله الراس توقع تيمك كل اخلاق عالية تابع باللي يدور بين القرح ابرق اي بالضبط نعم هسه احنا هم ترى بلوع يعني تيمنا مو لك نفس اخلاق يعني سعدنا حسن ما عنده اخلاق حسن سي او دي ما عنده اخلاق لا بس شنو يعتبر ريانا بيتي مش سهل دائما يجيب لنا سمعه مو زين قديش متفاجئين بلوعي وحيدر؟ ايه ليش متفاجئين من قال حسن ما عنده اخلاق يعني؟ يعني احنا يعني مو بس عبالك متوقع انه حسن عنده اخلاق؟ لا انتم متفاجئين من حجاها ها اصلا مو بس ما عنده اخلاق حسن عنده نزعه اجراميه يعني تخيل اذا واحد يفيد يمه والله يا يمه طبي سجن والله يا عمي طبيت نزعة إجرامية عمي والله حبيبي حسن بس دقه بس تقول لي اي شيء طلع شافك على الحبل كل شيء شنو هكف هنا هاي بيستي ايوه ابا كل ما حصلت بيها قصة اقولها بس اوف ستيم الله طبعا المير اوف كف عادي انت عرضك طبلك يعني عادي اخ جندال يحكي يا هي خربانة ابن زواج المطعم راحت انت بجد القنزلة هسه قمت احكي عليك والله وكيف ماجيك ماي سيلف اوت اوف ذات دخل الحسن والحسين بهذا الموضوع بالدوتا اه الحسين راح يجي استاذ دخل الحسن والحسين حلوه
منو هذا اللي يسفش بالجيم؟ يقول عيال خاب الحسين. زين انت ايش عليك تعيد بيه؟ ليش تعيد بيه؟ يعني حسين عادي بس الحسن لا. اتوقع قصدي حسن كروزي ما اعرف. ارجو يعني لا بدون ذكر المقدسات الدينيه بالكفر بالشات ترى لا لو سمحت يعني هذه مو اخلاق العائيين. لا مو اخلاق هي اصلا احنا خلينا نحكي على الملك عبد الله على ذول الزباين السعوديين نحكي كل سمك وامهم المهم هم معيشيك معيشين ابوك وش عليك انت بيه فلوس 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 اللوس اللوس احنا لبها الشمله ابو كل سمك يا البيت هذا فلوس فلوس لاحظت حاليا على واحد من السور حيدالوس خلص هذا اسم الجديد احسن من الحيده الصغير لوس لوس شنو القصة كابتن فني شنو القصة فهمني خل نفتهم منك لكو شي صار بي البارحة فنفتهم منك شو صار ما بدي اقول يا حسيتون بمار هذا عربانشي هذا جيجنر هذا البحث يا اوقف يا بخل الله سوى دوج مونكي شو اسمه بالضبط مثل حسن لما لعب مونكي يوم ويانا شو تقصد؟ احكي سوى سوى ها حسن بل لو ماشي تحط على الستريم مال هذا كفر من قحبه يحكي عليك عادي بس ثاني راح تحكي وحده تتصير شريف براسي هل قصدك انه حسن يخاف من كف لازم عليه لزمه يعني هو ما قصد حسن ماكو ستريم انت وين جيت باعه هاي قبل شوي فشلت عليه الستريم دزل رسالك استفسرك على الفيس اظهر حالك حسن قروزي الله هاي شنو هذا يا جي كل السريع الله العيطة تحية لحسن قروزة طبعا على هذا السادس من حد السحب على حسن قروزة ملك كوين اوف بين بس بس قلبوها عليهم قلبوها عليهم بسهولة لان واحد مني عيطة عصابة متوترة اكيد اكيد فالعيطة تروح يمنى يسرى عادي اخ 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 تحية للمايندق الحسن تحية لحسن قروزة طبعا من هذا المنبر منبر نفتقده يعني احنا نفتقده نعم ساعدنا شباب فقرة الايتمات شو وقت يجيب الـ بتل اوف لايل انتي ميج دقيقة الفيوري قصدك؟ جاغنات جاغنات طيبا جاغنات جاغنات عفك من جاغنات انا جاغنات انتي ميج 40 minutes with انا اقول 18 and the battle fury putting blade and staff shield هذا باكي am I right Mr. Gandalf Dyer's middle tower has fallen كان سي صوتك سالب 12 يعني ما تلحق Radiant's bottom tower has fallen من هاي اللغة ماتك مال عيال لاحظ اوه سوى مثل الستان مالته جاكيرا عليك يا خايس جاغنوت جاب البتل فلاي هسه بعد ما حد يوقفه بالفار عمد احنا النون اقتنع انه خلص هو اوفيشال سي اس جو بلاير نعم هيز ليفل 10 2500 كيلو انت صار لك 9 سنين تلعب البارحه قبل اسبوع اسبوعين جبت 2400 بس اخوان رجاء يعني سالفه الايلو لا تحكوها قدام بيستي يضوج كيف صار لك احكي صار عندي الباحة الساعة 12 بالليل وها قال صاحبي يلا نلعب لحد ما نشوف الضوء ما الصور هم نشوف الشمس تلعبون بدلي شو تلعبون سي اس جو انوني طبيت اول راوند نلعب كاش رشينا بي خمسة انوني صاحبي اول واحد ضرب طلقة واحد هيت شوت وتخبى هذاك كان طلع هو لو اتش بي انا خامس واحد براشة والله انوني الخامس والله والله خمسة احنا مسوين لاين اب قتلني انا الخامس طلقة ما علينا الراوند اللي وراها انوني الراوند اللي وراها اخذتوه الراوند البيستول؟ اي اخذناه الراوند اللي وراها اشتريت اس جي وارمور 1 كان انوني دا فيك ميدل فواحد بعدني مفيك ميدل كان واحد يقول من الهاي واي وايت بوكس وهو بالاول فبطاقات ديك الهيتش قلت انا على الله كل شيء وطيح الدم من الكباي طيب الثاني راوند طلعت الشمس بس لما تقدر تقول يعني اي بالضبط طلعت الشمس يمي روح سي اس جو كلش صعبة لما تلعبها بابليك
اكيد اكيد موكي هو اللي يسوي شغل ولا بلينك مالته ولا رودا فتوس كل ساعه لازم عاد كنت هذول يلعبون حلو والله ايه ايزي فضل انك تجي على الستريم بدل ما تضلك تسدد الزنا صور راديانس توب تاور از اندر اتاك داير ستراكشرز اوف لازم واحد لاخ من اسمه اسمه مونكي عندهم كل شدهم ترى شنو ما تلزم ذول ذول اسد بالتعليق مال جيم مال دوتا بالشات واخر على راسهم واحد واحد يا ابو حسن نصر الله الحسين العباس قسمهم جميعا بس ما جابوا الله انت بيجي نضرب القحطان على اكثر جي جي تيم زع كل الزلاب حلو صراحه لا جد جدا جميل يا حيدر ما دام احنا بالاسئله بالشات ايش وقت بيجي صدام حسين بعدهم ما وصل عفوا هذا سبق انه ما بدي استاذ نواشي يا عم نواشي حسن حسن نصر الله مشى والحسين العباس الا لا تغلط على حسين لا تغلط على حسين اغلط على حسن بالعكس شو يصير لا قال لا تغلط شلون بالله قال لي اغلط على حسين بس تغلط على حسن طبعا هاي كلها محبه لحسن جروز اتوقع يعني تمام هذا يقول العراق العراق محرقه حرق غير قاعد بات رايدر ايه جابوا صدام حسين ايه هذا لك هذا اودني 100% ايه قلت لك كيف تيجي بالشات بس هو بس هو صدام حسين صدام حسين فاكين نيجر طلب عرضي لما اسوي برودكشن والله جاب الفيوري جوجل علي انا بقول عليك ايش رادت علي ملك ملك الولد اولي يقول له لما راح صدام طلع للمنايك صوت اي والله اوه اي والله ننتظر الاجابه طبعا نمسك صوت 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 قصد هو الصوت قصده بالتاء واحد راج راح يسوي ميوت لا حرام ده اقول لك هم كلهم 20 واحد بالتي اي ما يطلع هيك شات عمي عالم محترمين هناك لا يحكون لا يكتبون من الا اذا صارت شغله قويه يلا واحد يكتب لك بس الملك النوب خلوه الملك الله دار سيرن لزم بالقحطان ماكل شو بوبس انت ضرب سنتاور الله حلوه شاف لا بس سكرت شوب ما حلق لك ما حلو سكرت شوب اي بتي اي خراب يوم غير حلو يمكن بهاي البطولة في سيكريت شوب هم هنا اي موجود هو موجود اي طبعا الاعتماد جينيون بس موجودة بالسيكريت شوب شنو شكو بالسيكريت شوب عندك سيت مال حسن جروزي هذا تحطه لاي هيرو تعرف اي واحد يروح تي اي يطوش اسمه مش شلون عنده باج انه اتندد تو تي اي احطه على البروفايل الو هسه نرجع لفقرة الأسئلة هاي دارتها بالإنترناشنال و آخر فك حسن ولكن الثاني هيرا وهيرا الأول أنتميج الثاني برود مذر بيل 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 آهي أنتميج دو برود مذر هاي الحسن واثنين هم ميت ميت انا اقول برود مذر انا اقول زين انا مستعد اشوف روحي بنيكو ولا اشوف زالزين انا اقول حسن حسن المايكرو الوحيد اللي شايفه هو ديجي لا لا حسن غير حسن المايكرو الوحيد اللي شايفه المايكرويف مال المطبخ مالتها هو بس قاعد يسوي بشاميه اي والله يسوي بشاميه اي ام ليفل 10 ما حدا اختار برود مذر لو ما اسحب نفسي وما اريد الجائزة جاي تخيرني بين اني خيرتك فاختاري بين الجنة والنار لبلتين 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 حيدا علي ودون I don't care man, man I am CSGO player, I am level 10, you know what means level 10? I am top 10 player.
فاهم بي سي؟ هاي بي سي؟ ماني ناين والله 2500 يورو بس اقول لك والله ما يصال الى من الديم سليك اتذكر سنة الليفلات خذا وصفى اشوف اي هسه كلها احمر بس حسن حسن بس حسن هاي راح يصعد احمر واذا صعد احمر انا اعتزل انا قبل بس يصعد احمر سجلها باللوع سجلها وجود ستريم طالع ثاني يوم سجلها باللوع سجلها اذا خليها بوين قوية هاي قوية حسن بكل لعبات الزمال بس بالفيديوغي اذا تجيب حسن تلزمه بوج يلعب احسن منه ولا هو صحيح هاي شنو هاي تيم تيم العاقد يفوز ايه عمي فكاتي كيف تتوقعون ان فايت تعارك ترى ذولاك فكاتهم كلش تعبان يعني بدل عده هواي ماكو تيم فايت ورا المونتي الله يقدر يتواجه ورا المونتي بايتم الله يقدر يتواجه هيدا حتى لبلتين بيقدر هو يبدي ما ادري ما شنو ما ادري سياراتهم وطماطاتهم تمام هو اللي يحبون يتونسون يعني ادري تدري برو خلى لبسه خرا خليه يتونسون نبيع عليه ثلج يبيع علينا ماي بارد اي والله خاف خاف قلبوها والله نسوي فايت لفلتين لفلتين نو سبويلر نو سبويلر ميمار ما نقدر نشوفها من ترى متاخرين دوري بليز اساس الجيم الثاني ادخل البلوعي باللوبي و باللوبي لا لا ما احنا كلنا نشوفهم من الدوتا اي مو احنا احنا نباع وياهم من اليوتيوب شباب اول ما اشوف مونكي كلما كيف لو عادي اي ادخله باللوبي عمر عمر دخله ولا دخله بس اذا دخله باللوبي هم راح يشوفون التو ديلي لا والله نقوم نطلع الواتش ديلي 10 10 ثواني دخله باللوبي بس على كيفك هاشن هاي قوية هاشن الله الاكسكيوشن الله الاكسكيوشن كان سايد اوف هيفن ولا واحد مات شنو اكسكيوشن والله ما ادري ايش صار انا قلت راح اخذ الرامبيجات مو رامبيجات يعني ايش يقصد بالبلوعي بس عليك هو بلوعي يعني يريد يدخله دخله بكيف ايش عليكم بلوعي ذا بفهم يعني ايش يقصد هذا غلط على بلوع اكثر مما غلط على بالضبط الله 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 هلا مدار سير الوال انتي ميجي نضرب القحطان كلهم 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 صاعدين هاي جراند كلهم انت شو اسمه ذكر صاعد كلهم صاعدين هاي جراند ما اعرف ليش اوه طبعا لا ليش لك ليش اشترى ليش حدا تعلق عليهم هاي قوية حيل انا معلق يعني ليش ارجع اعلق هسه من عصام الشوالي علق على ريال مدريد يعني هو احسن منهم بالضبط شغله معلق اما حيدا بلاير كنت شاتبوها راعدين السبورتات ليش راك كلش تأذى ايه سو باي باك داي باك ليش راك كلش تأذى تدمر لفلتين 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 زعبوه الزعيم رجع صار الفلتين لكيش اطلعي وضب وضب جنق على صوت زعبوه حبيبي زعبوه تعرف امك يا والله ها؟ عفوا زعبوه؟ شنو حياتك اذا طلبت شنو؟ وانا اصلا ما في العلاقة عفوا زعبوه شنو؟ هو شبه كم مثلي هم واحد واحد هم سمين بس هو اقوى منك بالدوتة عادي عادي حبيبي الحياة مو بس دوتة ترى حيدر 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 مو دوتة 2 بلاير حيدر سي اس جو بلاير ليفل 10 وزعبوه ما احلى احسن منه بالسي اس ولا ما كان زعبوه ليفل 10 روح يا معاد الله يخليك خليني ساكت حلو بيستي حبيبي وين كنت تلعب ويا سي اس قبل ما يتروك حبيبي زعبوه فايز لان بالعراق احب اقول لك ومن شنو مشارك بال لفي ماك
لازم ما تشوفها طلعة الثاني فايزان دوتر وسيس كان سيس جو والله كان شارين كاس اتوقع كان تيم سناب واخوه الصغير وادوارد وسعبول وبعد واحد اي اي صح 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 ربكت الولد بطولة شعبالك لعادي اقول لك كان كان نازل ويا الولد حتى من حسب نازل ويامن ويا الولد زين وياهم كان نازل وياهم فايز دو ضدهم وياهم اي بقول لك وياهم خسارة اه بيوم ياسين غلبهم متغير ايوه هي هذا فايت 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 ومو يا كان نازل ويا ويا رايدن فيها راكت لا حلتها اي لك هاي شوف الباي باك ستاتس هذا مو في شافوه عندهم باي باكات عم ببعض لك هذا اللان اللي صار الكبير بالعراق الام اس اي على اساس اي خسر بيها لا صار بمعرض بغداد اي خسر بيها هاي مفر اي خسر اي خسر شنو كان وايدن هاي ما توقع عادي شنو هاي ممكن ما مشاركين ما مشاركين ما حد كان مشارك اي دابول وما فاز هو اي زين حسب رايك ليش النتورك اللي هسه متساوي؟ انا بلبلتين وزقنا عندهم مفرم بابا ترى تحكي لان لان بالعراق اول ستتذكر تلعب زين يسموها لان اي والله حاسبات شاشات 60 هرتز يسموها لان اني لعب حبيبي 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 الشاشات عندكم معلقه بالحائط بليز اي هاي موت قهر موت قهر انت بالاردن كسختك مشكلات يضحك يضحك ليش يا ابن بلدي طبعا يضحك لي اخ ابن متعه شعره امك اخ ابن متعه يحكي اخ قلبي يا فاحنا ست طيب هذا الزبون اه الزبون مونكي تو شوز ذا شوز اخ قلت له خير الله داي داي ما ادري خير الله شباب لا تنسون سبسكرايب بالقناه على اليوتيوب خير الله سلمه صلي هو بسامع كل ما هو جديد على حسن ايه لا تنسى ان تضغط زر الجرس نعم اقول لك صدق ما صار 100 مشترك شو ماكو ما 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 وصلنا 95 دي يقلون ببداية بطلة 97 والله دي يقلون عندك حسن يعلق انا اريد ما اشترى شوف حسن يلعب برود ما لا والله برو ماستر برو ماستر حسن برود ماذر غير والله يا اوف يا تفوق يا ما تصبر ماستر الله حسن شو يسوي حسن بالكسمه بالبرود ماذر غير يعوف الهيرو ويعوف السبايدرات ويسلف السبايدرايه واحده بس مستوى الماستر يخبط يخبط الله سبسكرايب ويطفر ماستر ويطفر اش ضايل ضايل للهاي ضربهم مضربها خي الله شفيك وانت ميج ما هذه القمزه القويه جاتهم بشن جاتهم بشن هيومن وورد هيومن وورد عادي تصير تصير المهم شو ناخذه لك بس فهم شو فازوا عليكم حيدر ذولا حيدر عفوا انا شهد حيدر بس طاها والله ما ادري لا مو بلوع يلعب جيم واحد طاها شو اسمه هو لما بلوع يلعب نقعوا بالقحطان هاي الوجهه والله شنو رايدن شكله سوى سبسكرايب سبسكرايب والله يا منور منور بس حد كان لعب بالجيمين فنسأله اي وطاح ملاعب بالجيمين كان هسه ما تقول لك نخلص يا اخي هسه طاح شي علي استكلم الطاح طاح 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 ايش علي يا اخي لك لك هو بده يحكي وياك يا اخي بالرسمي والله سول علي يا عمي حي المعلقين غلط اي غلطان يا اخي يا اخي من اللي غلط بيستي خسرت انا خسرت بيستي عفوا انا خسرت وحدي وان في فايت انا كل شيء تحت بس المعلقين مثلا من هم ثلاثه وواحد يوجه سؤال للثاني يقول لك بس اللخ يا اخي ما يصير الو جاوب السؤال يعني شلون فازوا عليكم؟ عمي الولد اقوى بس انا اقول لك يعني احنا عندنا اغلاط لان احنا ما لاعبين هنا صحيح والله انا رجال اهتميت بعد عرفت الدوتا بيستي انا صار لي فوق الست شهور هو قال لي صار لي هذا الشباب شباب ضربوا انه هذا الخرب النعال وطلعوه بلوع بلوع ضربه ضربه واخذ تليفوني يوزر واز كيكت اوت اوف يور شانل بيستي انا صار لي فوق الست شهور للملاعب وهذا الابديت اصلا انا كل شيء ما ادري ملاعب و ملاعب وشنو شنو مسابح مسابح
بالزمول مونكي بالقحطان. ايوه طبعا ليش شاك ليش شاك والله يسوي شغل مو سهل. ايه كلش قوي جاي يلعب هاي تماته كلش صح صح نتورث قليل. باع الحقد عليه حلو الالتي من جاغرنوت ملخهم جاغرنوت والله صاد عمي صاد كلي كلش انفضم كلش لوجن ماتت تدري لوجن ماتت اكثر شيء دمج سوى عليه المانتا ماتك يا ابو الشباب لا زالت الفايت مره شان اتوقع يحاول مونكي ياخذ الايجز سوالها مكان هذا من هذا اخلاقه في الجر هذا هذا ميت في عكس ثم هيجي نفس الشيء ميت في لزمه المونكي للمره الرابعه شكرا نزل نفس اللزمه توبون من الاشجار والله توبون من الاشجار كنا انت ميت همك اوه سناتشت حلوة بس تشيز ما اخذ تشيز بس حد واحد هذا قوين فين حسن اكيد صح بس مات مرتين بدون ما يبتعل بي كي بي اتجول ضربة غوش هذا حيدر هذا حرم حيدر امك امك هذا حرم حيدر فيدك فيدك كيف 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 عيدز 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 فيدك والله ليش راك ما غلط بستان يعني شو صدق واحد يغلط بالستانات؟ هذا خوش لاعب هذا يعني مين كان ماخذ اشراك؟ غلط بالستان خرب يومك بس هذا التيم يستحق لقب اقوى تيم بالعراق كل خرب اتلوك زين انت اردني انت اردني وشو انت تحلل على العراق؟ بس انت ليش انت العراقيين بينا وقف وقف وانا اعتذر اي كريم كريم خذ كريم بيدك بيدك انا اعتذر للاردن كريم كريم نسبت انت من الاردن هذا نغلة مقطع حتى سمع خلوا اسوي لهم هذا يسوي لي بوز احسن منكم بس تبكون انا اعتذر للاردن شباب لا حد يحكي على كاف بدون زحمه عليكم انا ما حد يحكي على كاف كاف بس ميركا ان تشوف احنا انهي فيك هو بس ميركا اللي احترم كاف خط احمر ايش اندار رجان كاف خط احمر لا اقول لك اقول لك خلت تشوف النهايه اللي احنا بدنا نحكيها خاف ما محترمك لا ترى بعد بالزايد قلت له جاغرنوت حلوة هذا الراكس جاي يصير حسر على الروي جندال اخي احكي على الكل بس احكي على كم اه يا عم اشكر تراجعت عن كم شنو والله بيها كمباك هاي راح يسوون انا لا جندال انا اسحب كلامي قسم الكف بالقحطه حتى ما قال شكرا جندال وبعد غيرك بعدت يعني احنا نشوف بالقلب حصي يعني هو احنا متعودين انه مو انت تدافع شكر بشعرات امك بشعرات اذا اكرمت بشعراته صفراء خليه بعد كم الاحداث شنو بيشتاق شنو تضحك على فوق على شعره حلو اضحك بشعرك طلعت من التيم سبيك ذاك على مود اقول لهم شنو اللي عشان على كف وهاي وبعدين ما تجاوب حبيب قلبي حبيبي حبيبي ويوم انت تحكي بعد هذا اساس نقل هو من يوم بي سي سوالي ميوت الحدث انا خسرت جيم سيز الحمد لله شكرا ها شنو هذا اللي بالمنات تيميت كل ثانيه تقول 3 ثواني والله خسرت ايش قد باز شنو هاي بكره عين تريد الهيرا اخر ترى عادي اب رايس بوك بالعين شو اقول له اقول لك كيف ما يعجب هذا يعني اذا هو الجيوشن مال الثري ماتك ثانيه شنو 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 1.2 شنو لا لا يا لفل قال عليه يا لفل ثالث مال هجي شو اسمه؟ الثالث لا جانا شو جانا ام شعر الاصفر لا جولد هيد ابن الصلعة يحكي جولد هيد يلو هيد ديك هيد التيم سبيكنج هذا فطير مرة واحدة وركعك الله عليك يا عمر ليث ها؟ والله بالنعال
عمر ليث يا خايس بخير. عمر ليث منو؟ بس قل له عمر ليث ما عليك انت ربك قل له بلوعي؟ اي بلوعي عمر ليث ها كف ما تقول لي ما اضحك مو اوكي كل بعد ايش عليك اضحك كل ما شايك اضحك هو شنو هسه ما ضحكت هسه حكي ما ضحكت زين عمر ليث شنو غير ما ضحكت كل خرا كان هذا واحد يكسب هذا وهذا المشكله هذا بلوعي اقوى اكثر واحد يضحك في ايش فيك يعني شو ولا ما يضحك فطير راح ابكي راح ابكي ليش على كف لا لا حبيبي لا تضحك تسد المايك هو عنده هيومر سنس يعني شنو يعني ما سد المايك حبيبي اه تحكي علي هذا تحكي علي اضحك عليك حيدر ها هسه جايب لك ماوس ولا لا اتوقع يعني كومبو جايب لهم كيبورد ميكانيكي انا سمعت مار والله حيدر اذا ما جاب لك ماوس وجايب له تدري جايب له الحيدر بالله جايب له طلع لك طيب حيدر حيدر تدري جايب لك جايب لك اشتراك مدى الحياه بالبورن ستار لا لا طه من امه طه بس خلنا نفتهم كيف قدامك تضحك علي لو تمشيني قدامهم نقول على عليهم انت ايش عليك انت منو ضحك عليك اصلا لا لا قصدي لا 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 لاحظ لاحظ سموك من تيم كلاونز جايب لك ولا قول حبيبي انت ضمنها الشهر 5 انت شو شكو شهر 5 عمي ما نقول احنا ما يخالف جاندال ما يخالف هم اخونا حيدر والله اذا ما جاب لك اياها غير وبعدك يعني ما سويت له ميوت طول عمره والله بعد تحكي يعني حيدر هسه بنجي مو ماوس بنجي الحاس للكف بنجي شنو طلع منه دا يحكي الله اللي سموه جاغرنوت ضربه بالقحطان بنجي شنو كاف هذا تحط بيه الماوس الواير مال الماوس واير سيلكشن هذا ما عندي واحد انا شنو واحد بدل كحوه ترى كلها بخمس دولارات ما يفيد ما يفيد ماكو يا رب اكو شنو ماكو اكو اكو موجودات صناعة يلا ان شاء الله ان شاء الله والله يستاهل يستاهل حيدر يستاهل الهيلو مال كفى عليه من ذهب اخوي والله بلوعي والله تذهب الحسين هاي كذبة بلوعي ما دام يستاهل اشتري لك واحدة وانا ارجع لها ويا العراق امتحاني بلوعي؟ بلوعي اشتري لك واحدة مننا من ارجع العراق ارجعها لحيدر بلوعي صار عندك لوس؟ لوس هذا شيء يقول لي يغلط يغلط على هذا الموت على يقول مو لزموت اللي اسمه بنا على هاي يطلع واحد يقول ايش تغلط علي بيفرط قدامه العراقيين حلوه هذا مثل حيدر مثل حيدر لما سوى واحد تاج كل خرا لك تجي تحكي على حيدر تحكي على حيدر هذا يا ديدي ليش رجع مو لو تفش احسن بس كاف انت تعطيني بيك شيء واحد احسن من حيدر عاد انه تعد خوف فلوس ليها مال حرام مثل كذا من قال الامام علي شنو حيدر هذا القال يا اما من حرام يا اما من بخل فتحي كف شنو انا هذا على حدك ما حد يجمع فلوس لا شنو ما فاهم اي بخيل عسى تعاد قاعد يبخل على نفسه ويلم فلوس شنو يعني يعني مو حرام ترى اذا تبخل على نفسه بس ها حكيت له نفس المرتله هل هو زحمه كس ام العاق حق بيتك هذا شيء هذا ما تسوي لك كيك بالله شو اسوي لك كيك شلون اسوي لك كيك يعني تعرف انه من يابل انت مفشر احنا اودوني اودوني هذا اودوني اودوني سنايبر بالله 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 ميجا لاني تقول لي بيقع انت سنايبر اسمه والله والله كمشي كمشي بسنايبر مو دام سنايبر كل احوال حيدر انت كل احوال رايح على بيتك من هناك رايح على هذا يعني ما تدفع له تكتيك يا حبايبنا ويا حبايبنا بطلنا ناخذ من قايبنا بعد يقول هيك مش حبايبنا بس لا بوتي اخ بحنا تنبيه لا انت بيت صعد بالنعال كسختي تهيرو هو انت ميج قلنا صعد هو انت ميج شنو يعني اي ماشي انا دا اقول شي يعني شو اقول يلا اطلو مصطلح اقوله يلا شو اقول قول انت ميج فرم فرم عادي فارم انت ميج زين زين فارم انت فارم الفصاعد الضوج الضوج هاي الحكايه صاعد صاعد هو انت ميج عادي ما تفهم هو انت ميج والله كان جاي بجيم كف انت ميج ما عدا اذا حسن انت ميج كف انت ميج خلنا نخسر قوي خلنا نخسر خلنا نخسر خلنا نخسر خلنا نخسر كف انت ميج ما 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 زلك كف انت ميج كف انت ميج كان نازل جاي بلوع سنايبر بلوع انفوكر كل خير عليك
لا انت الوحيد اللي بيطلع لك تحكي لك. ليش الوحيد؟ ليش الوحيد عود؟ ليش الوحيد؟ هو شنو سنجل دراف ضدنا الكونات كل خرا. جندال 8 سلوت الدقيقه 28 8 سلوت مو 6 سنجل درافت. الو الو سنجل درافت الو اي نعول ولا ضل دوتا يعني ايه؟ يعني تعال رانك تعال يعني شنو تعال تعال لا شنو مار درانكي ينزل وياك تعال جندال كاف شاف كاف جو ام سبورت ام كاف جو باللين شاف بالماب فوق وورد باللين الفوق لقى وورد بالماب لقاها نقل تيفي يعني عادي نقل تيفي كان يروح ياخذها وعافني باللين عادي هاي شبيك يعني انت عبالك هاي اسوأ شي تسوي ترى هاي عادية كلش عندي يعني انا شبعت من هاي سوالف شبعت انا قلت انقط شايف الملابس لما تغطسها بالماي وتشيل هاي شي تقوم تنقط قمت انقط الغباء كم جيم لعب وياك 7 او 8 انا 90 جيم لعب وياك راي معود ياك والله الراد يطق شهادة يعني اذا اخذ روشان خلا اشوف المن رايت ما تريك سير رفرش جي جي اقدم لكم شلون توم هيومن وور هذا فاقد فاقد المسوي فاقد هذا شكله طب يتمشى شنو ما والله ما لا لا جزء بلاك هول كول داون وينه الله 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 انضرب ابو قحطان الباي باك يجي اوه حلو سادس على واحد يعني صراحة اي بس خلص هذا كل شوي كذا هذا الباي باك والله يابا بس بلوعي نقص هذا الباك بالنعال بس والله شنو بس قول لي عمر ليل عمر ليل شبي احسن منك دبيتهم تدري دبيتهم احلف والله ما احلف انا ليش ياخذ عليهم امور بيجن هاي شو هذا يحكي على الانجليزي مالتك يعني على اساس هو شنو جيت تدلع ما ادري شنو عد هو لوت يعني ايش عليك انت يعني تحكي على جاك نوت ضرب القحطان والانجليزي مالتك مالك شنو شو قاعد تحكي على الانجليزي مال حيدر طبعا هاي انقص شغله بالواحد والله عد هو شغله واحد احسن انك بيها له لزمه ظلي عايرك بيها يعني قندام ايش تحكي من تروح لامريكا احكي عليه لو سمحت لا هسه مثلا حيدر احسن منه بالسي اس عايره حيدر احسن من كاف اها صح قال نبون البيون يمين يسار طبعا صح شوف تدري بيها كيف مو؟ طبعا لا 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 كيف اقوى ابو هواي كيف اقوى عمي دلاح طبعا المصلحة عمي با هذا ابو ليلك مركعك مش شو زدت مصلحتي مصلحتي ايه مصلحتي لا 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 حبيبي شنو ما 400 ماكو يعني مو بعينك هاي ما يعني مو بعينك مو بلوعي شنو دقيقة قدام دقيقة كيف مو سامع عرفها با حسب اللوع انا اعرفه باللوع يعني مو بعينك ذني شو اسمه لحظه اوقف خلي افكر خافك شيء لازم علي فكر لا ما لازم بس لا ذا فتشان يعني شو اسمه جبت لك اياه لا ما هو اجى وراح بعد ها يعني هسه ها مو جو مو تجيب يجوز اجي اروح مو عندي راحه وجاي ها صدق لا اللي يحكي على رادنا اضربه بالنعال عادي هاي مصلحة على قولتها بالمثل شغلتك يم تشلب سيد تشلب سيد تشلب سيد تشلب هاي يابع ما تطلع الان تيم جديدي كل خرا كل خرا قاك بنا على راسك هاي تسجيل لو صدق شنو سنت رياض حاجة ساعدة هاي تسجيل لا مطاها هواي رجل كف ما نعرف يا رجال هاي صدق لو كذا هاي حيدر شخبال لو عشرة هيكس قوي 500 كيلو في الاستاد سيبو 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 لا والله ما سيبو ايه عمي جبناها بتعب مش بتساهل والله الله مضرب سادس ما عنده حلوة لا يا الله انلكي انلكي باي باك جيجي جيجي هو 2005 جابها صح يعني صدقته يعني صدق هو جايب على ليفل 10 بجول انت مجتمع يا اخويا كلش اخويا يا اخويا لا صدق كلش اخويا ايش شلون كاب شلون بلعب ودا اقول لك يعني انت صدق 100% جبت فيو هاي ام بيج زين حيدر ليش يطق 200 ما ينطل بيستي؟ يطيني انا لعب ضد شتات هواي لعبت هواي سولو وحدي شنو؟ يعني هسه باع كل جيم يعني لو نازل ضد 10 شتات الله باع هذا 25 في 10 همين 250 يعني 10 قيومه
جي 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 انا ما افتهم انا انسان لعبت اعطاني هذا وخذ زنطاني 250 وهاي البقيه منين جبت ال 250 الاخ مو بالضبط هذا اللي دا اقوله هو اصلا بالعكس جاب 250 لما ليفله صار اعلى يعني صارت مو تشالنجينج الله كل خرا كل خرا كف كل خرا لا انا اعطاني اياها صارت 2100 هسه انا 2500 بس حيدر بس حيدر حيدر ثواني حيدر بيستي 2000 وش قد و100 وش قد بيستي اها حيدر كان 2100 وش قد بنطو ثاني رقم عدد من قبل ما ينطو لا ورا ما انطو اول ورا ما انطو ورا ما انطو 2230 2130 حافظ لك اياه اي 2100 لا اسمع لا لا 200 هسه حيدر لازم تفهم شيء مش حيدر هسه مش تعال بيستي بلي لو مالتك صدق نيو ايلو 2130 زائد 245 نيو ايلو صار 2130 زين هسه حسن يا ليفل صار حسن 6 راح يصير النوني ادن لك صار كل التيم شيك احمر اذا حسن صار احمر صدق يعني انسى انا هسه شنو انت احسن من حسن حسن كيف صار هسه كاف هسه تعوف كل شيء بس تخيل مثلا انت واحد مثلا لك واهز بسي اس جو جايتك فتره وتريد تصعد ليفل 10 وانت ليفل 6 والطب تسوي فاين نزل وياك حسن وات هابينج برو وات هابينج اخ يعني هسه انا من اشوف الله اخر يومه بس قاطعك محمد الحسن يجي على 40 يعني هاي ترى مو شيء سهل نفوز 40 40 30 مو شيء سهل منو وياك منو وياك احنا تيجي احنا وجه نلعبون منو قل لي يا سدر ولي منو اللوعي وطاها وبيستي وما ادري بعد منو كان لا هاي صعبه طبعا 40 صعبه بيستي وياك يعني صدق 40 صعبه وصم لك بالعشر انا وبيستي وطاها وبلوعي وهذا الاخ منو هم نفس الشيء هم انه انا واحد هم أربع هو أربع واحد. انت يمكن الليفل 10 الوحيد اللي اسميك بالفيس بالفيست لان صاعد ويا بيستي يعني هذا المفروض اعطيك ليفل 20 والله مو 10 شوف والله الجيم انا الجيم كف مال ترين يعني يعني على الشقة انا المفروض يعني هسه دانطوني مشروع يعني اقولهم شباب اهل الفيس بربكم رحموا بحالي ينزلون يا بيستي ينزلوا يا بيستي ويفوز انطوا 100 على كل جيم 100 يا دوب مايكروفون على اللي يقولهم ويا كف عندي 61 جيم قندات انت ما شايف بيستي بالسي اس جو لا لا ويا كف عندي 61 جيم ونسبة الفوز 12% زين كاف قندال انت لاعب وي بي سي؟ اه شنو رايك؟ لا لا انا الارقام احتاجتي انا ما احتاجتي زين خلنا نشوف تنفس من زر فمك بعد لاعب ويا ممكن 12 جيم والله هو انا اكثر واحد لاعب ويا حيدر اه قندال اكثر واحد طلع يعني اكل لعبه قديمين شوفوني ويا من هذا بيستي اللي لعب ويا 7 جيمات زائد 1 يعني 57% انا قد لاعب ويا رايدد انا اكثر لاعب ليش تخليني احكي تجيب البلوت سيكر نولتازم 612 جيم ترى صار موجوده اي موجوده ادري هذا اول واحد 855 شلون بالله شلون تعرف زائد 31 باع ويا حسن بعد التضحية ماتي 886 جيم ويا حسن تخيل الحياة او هذا الحساب مو بذاك بعد من عندك من ويا حسن يعني حسن 240 جيم عندي صورة اربعة قدام عندي صورة ذا ديزها لايس فروج يمكن تتدري ماتي زياد ويا حسن حيرة ويا حسن ناقص 17 يعني شايف هواي شغلات بس ما شايف بلوت سيكر بداية الجيم عند النول تازم حسن مو؟ أنا واحد 27 جيم أنا يوك باللوعي ها؟ 227 جيم والله عندي ناقص 5 جندال مو سولو أخوي ويا أنا جندال تدشان شنا مستهمين الدوتا؟ إحنا قبل بالدبليو تي اف أورسا وهيرو وياستان الستان إذا طول شوية أورسا يقتل أي واحد ها هي بس هي صح يعني بعد وريت ماتي ويا إيفل ناقص 41 أقول لك انا حسن ناقص 18 حسن واحد يطلع يسال عليه ديسكا لا ما عندي ما عندي لا انا حسن والله ما هو بي بي او دي موجود جمعه اليوم ويكند بي بي. اليوم ويكند يا عيال كابزي انت ار يو جيتينج ليت توداي لا حبيبي طبعا لا. 40 انا كل يوم حسن عندي عدت 321 جيم وياه قليل ولا 40 وياه انا وياه عندي ويا بلوعي عندي زائد 23 مشرف ذيك مره انا وياك زائد 21 كاف
ديك مرة أمي حكت ويا بلوعي فكان تقول لي هذا مش صوته خشن شو هو بدا يكذب بدا يكذب ما عليك بالصوت ترى منطلط هو صدق والله كف يابا حيدر 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 احكي على كف فشل عليه شو اسمه كف النغل كف ليش ايش اجل اجل يضحك اجل يضحك اي يضحك اضحك واضرب بالنعال اي يا فرحان اي فرحان اي فرحان اي فرحان اي فرحان فرحان انت باللعب فرحان هذا شوف الجوسات اللي حتجيب لك اياها اي ابويا اي تجيب لي تشتريني بفلوسك اضربك بالنعال طاح جدك زاد 30 اي اي ويا حيدر مو انا عندي لك انت مو انا عندي ويا رابط زاد 8 30 لوس كان عندي ويا حسام زاد 14 ويا حجي زاد 3 بيسي طلع طلع ويا حجي ايش قد فايز بيسي 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 طلع حجي ايش قد ايش قد سالف 40 جندال حجي 5 زاد 5 أمستي فايزين. جندال. آه. تذكر على حسين من جاك يقول لك هذا شنو زعت تأخذ إيش اسمه كتو؟ يا هو. من لعبنا ون فيون وندرنجر. آه. هو ما أدري إيش قال بوقتها قديمة هاي. إي يقول زعتوت يقول ما. لا زعتوت أنتك عتوري يمكن. شو هو شو اسمه إيه عتوري عتوري لعب. شو اسمه حجي على الستيم؟ أوكي 1 2 3 ها بابيستي حافظ اسمه حافظ اسمه هو هذا قدامك عمي بلوعي باع على ياك زائد 8 بلوعي ايش فيك غير ايام الخيار لما كنت تاخذ فوكا 17 بلوعي لا عمي بلوعي قبل كان كلش قوي هسه متراجع مستواه شوي واني قندال واني واني؟ طيب 57% يعني ما تحكي هسه قندال تحكي قبل ايام الخير قصدك مو؟ اي من جبت رامبي جبت تيم حسن لا لا ترى يباع حسن خطير حسن عنده تيم بلعي تدري هاي شنو شنو صارت بطوله يعني ما دوته وجبت رامبيج حسن كان ضدي والله العظيم بن بوكر حسن عنده تيم بن بوكر بن بوكر ويو كيب 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 اه ايش بيات اتذكر لما لعبنا ضد تيم قحطان كان اكو بطوله قحطان على مدير كف سريع يدوس السموك يريد يلحق على الراكس له ان شاء الله من البيس للراكس ما له تبي يدوس الاسم بن بوكر من شو ما يكاني فايز قحطان بن بدنا شو ما بن بوكر من جازوس على اساس قحطان في الشخصية يعني فايز على قحطان يعني شو فايز على من الكتاب القاعة مال القاعة مال دولة روبن هود يقولون قحطان قوى لاعب دولة العراق حدث شو يقولوا له شو يقولوا له شو يقولوا له العراق شلون الوطن قحطان ما ادري شنو اي قندال والله من كل عقله مو يشاقون لكن وش كلهم عبد الله اي والله والله حتى مره كان يقول له مره كان يقول له هيك قحطان قحطان يجي يجي يجيب هارتين لسبكتر والله يموت ثلاث ايام يتك على التور قلت له يطق التور ما يقدر ثلاث ايام يتك على التور يابا بس انت كلكم تشوفوا الدوته من يطب رابط للشانل كلكم تشوفون اقول لك الحكي مال ابو واحد هو المالكي مختار العصر ومقتدى قائد الاصلاح ظلت على قحطان قائد العراق والله مقتدى كاف يجي رابط ما تحكي كل شيء ليش طبعا وبالدوته ما تقدر تحكي رابط بالدوته ليش قل له قل له كاف لانه رابط لانه صديق جيمنج ريبابليك كله اللي هم يابسو وهوك كان همنا وقت كل هذول كلهم صار كاف شفت ديفل ماي كراي لا صدق جد ايش قد وصلت؟ وصلت 6% ما نزلت هاني 200 كيلو بايت الداونلود هسه منها باكر يصعد بلوعته انت؟ ايه بلوعي؟ بيستي باسطنبول يا هي احسن منطقة اذا احد يريد يعيش بيها؟ احسن منطقة؟ يعني مو وايد مركز غير؟ اي مو المركز هاي تقسيمه يعني منطقه بيلك دوزو باج الشهيره سنيور بس السنيور كلها سوريين طيازه وعصابات لا بس رخيصه اقول لك احسن شيء يعني من ناحيه ما تهمنا الفلوس احنا يعني شلون عبدو يعني كاظم ابويا راح يجي ديني الفلوس راح يجيك هذا الاقراء كمان السهل الخامس يجي على كتف انت مو ما تريده شيء يسوي بجاي يطلع لي اقامه معاد انا رحت سالت الامنيات قلت لهم اذا اهلي جون اقدر احول مدينتي قالوا عادي احتاجيتها هسه مثل الكلب لك لا مو بس هو اهلي يعني امي واختي جون هم ضاجهم الله يخليهم
خلي يموت من ابوه خلي ابتعدون عن بريدوز يعني عادي ابوي ما شو اسوي بس خلي يجون اهلي على الاقل طبخ مال البيت كاظم الاقرع ما اقدر احتاري عنده فلوسه هواي اشتراك بفلوسه قندار ثاني والله دايس حفلي هو على ايام كل مره يجي رساله وهاي جاوبت له لا اجاوب بس من لا ما يخبرك يا ابوك غصبا عنه انا بلوعه هالايام دايس حفلي بس ما اجاوبه ليه ملطلط يا معود ايش قداش عندك ويا ابوك ابوك عليك انت والله شغله حلوه شغلات عاليه انت ايش دخل كان يسوي لك تشايلد ابيوز ما مايكل جاكسون يا هاي واحدة من الشغلات بس شلون عرفت؟ مبين حبيبي سيماهم في وجوههم هو ترى أول واحد أول ما شغلة تصير بي يحاول الإسقاط هذا يسموه إذا تدارس علم النفس أي شيء واحد يصير بي يحاول يسقط على آخرين فيقول لي الآخرين أنتوا صاير بيكم هذا إيه بالضبط يعني مثلا أم قندالة نيج عبالة كل أمهات نيج بالضبط نفس ما أنت قلت هسه أنت تقولها علي هو هذا الإسقاط عيني انا منفس الله اللوس اللوس بلوعي اللوس اللوس وس بلاج راح اصل ايدي وجهي للجيم ذا شنو اي المدرسه كاستنج بس لازم اطلع من الجيم بير الجيم الثاني رايدين رايدين تبسك بالنعال شعريف تبسك بنطن داري على ما تبسك كل فوق اوه قحطان شان يدق بي ويحكي قحطان احسن منك على الاقل قحطان اللي بيجي اقول لك سجاد الصابي لك والله سجاد كان قوي دوت ليش قطعها مثل يعني ابوه بس سجاد اتش بي هذه اتش بي واحد وابوه واحد زين والله صاي يشرب وهاي اي عمي صاي عايش صار رجال قصدك يعني ها هاي كيف عفتاني قام يشرب حزن وهاي بحب عمي ما يقدر يتحمل بدون من هاي قام يشرب لا بس والله وينه يعني والله صار لي 3 اشهر يمكن ما حد فيها ولا شايفها بالتيم سبيك اصلا من وين؟ ليش بتعرف وياه؟ لا ما بتعرف وياه والزهرة في بوس تحت فيها شنو؟ زين بعد غايب كل شيء ما صار يعني يوينك هو مات هو اختفى انا توقعتكم شادين تعرف ايش وقت هو راح بعد ما حكيت وياه؟ تذكر لما قدرتوني على الفيديوهات اللي مسحتكم؟ يا فيديوهات فيديوهات ماتي ما صار كم تطور؟ لا ما اتذكر هيك شيء مسحتكم اثنيناتكم انت ها لا مو انت مو هو ورايدين اثنيناتهم سويت لهم ديليت ظلوا يكتبوا لي وهاي سويت لهم ديليت بعدين انت ايش كتبت لي ما ادري ايش كتبت لي علي يعني انت كان مسحتك وياهم يعني اني؟ ايه انت ما تدري عنهم ايش حكيت لك اول ما سويت الفيديوهات ما ادري انت ايش كتبت لي شيء تقول وان ستون ما تقول من ذولا شنت اول ما كتبت لي شيء مسحتك هذا كان نوني اللي كتب انت زمان تذكر اول المهم من ذيك الشغله تحت ما ادري باج اذا باج يعني هي هاي تعاركنا على مود او حسب اعتقاد اذا ما ماكو شيء يعني كلش ماكو لما جاي يصير عندي وقت اسوي فيديوهات بس والله عندي فيديوهات كلش قويه ما حبك حبيبي ليش عليك بالاداء الزباله تعليك بالمضمون اداء عالي سيرت بالي شو يعني؟ ولاحظ نزلوا الاشراك مرة الاخ نفت سم تيم موكي؟ ايه وش لعبة هو؟ بس دولاتا ما يضربوا بان حتى لا يكبروا راسهم قلوا يا ساحة وحاكل
شن جديد؟ احنا تعرف ليش نخسر باللوعي؟ ايه لان فكاتنا كلها كانتر. من فك... احنا ما عدنا فكرة يعني من دان قبل الجيم. ايه احنا عدنا انه هو هم شي يختارون نختار عكس فكاتهم. فما يعني ما نقدر نلعب الخطة اللي نريدها. فلما احنا نخلص الفكات مالتنا احنا يعني ما عدنا كومبو بيخير. صحيح. ما نلعب احنا. ما نلعب هم. شاب ننزل كل واحد اشتهى هيرو نزله. ايه. يعني مثلا حسن ابو ماستر قصدي. كل خلاص انت تحكي انا ما سالتك هذا السؤال لك. كنا على راسك. الله. ما بيش تضحك بيش. خلي يضحك الولد ايش فيك والله حلوة هاي ترى. ليش ما يضحك يعني؟ المفروض تفرح انت اذا يضحك. اي والله يقول لك اللي ضحك مسلم شي صار بيه؟ ايه. بتتجنى. لا تفضل طيب يا بلوعي يضحك زيد ما تريد كفلوتي طبعا بالجنة بالآخرة يريد اثنينهم والله نهر انا وحطلع اكل ولا برجر يروح انا دواص اللحمة جون يجي يوم تنزل جوا يترابيكم شوك الملائكة اللي ضر طكتن اي والله عندك هذا مالك ملك النار والله راح يسوي بيه تشريب لك اول منتظر اول يوم غدا يقول لك العصفورية من لكف اي والله يقول لك هذا الاخت التنيت اللي طلعها من خشمه يقعد ويا الكافرين انوني دز مسج انت حتتنفخ نفخ في القبر لسه في ايش انت موت كاف لا تسمعنا وياك كيف لا تسمعنا لا تخابر احنا موجودين ايوه قبل ما تروح تسافر يا طير الصاف هادي تنويات لا بابي سبحان وديني والله دمعت هذا عيني حيدر اوب يا راسي العبد شنو هاي اكلل او شنو ما ادري هو يقول جواب يا راسي الرمح انا اقول يا راسي العبد ها يا راسي العبد يمكن اكله سؤال الحيدر نسأل سؤال الحيدر حيدر انت تكمن اعلانك باع وقدامك كفو قحطان قحطان ولازم تضرب واحد بيهم قحطان ما اقول كف قحطان ومن تضرب واحد بيهم الاخر يكتلك ام قادر اضرب قحطان بالمعه شوف يجي بعد جد يعزك لا بس انت جوابك غلط يعني والله تضرب قحطان وتلبس كف يعني شلون فشل فشل ما فشل تريش قحطان قحطان ضوج مني يا اخي اتخبل لا مو انا دا اصلك انا دا اصلك انت مرحله اقول لك ولاد القحطان طبيت مو انت راح تضرب انت راح تضرب قحطان وتلبس كاف نفس الشيء اما هذا يسموه ذو حدين يعني شلون ما راح اجيب راح اضرب واحد من هذول من النار اي بس انت بكل الاحوال يعني اثنيناتهم مو نعال واحد يا حيدر تاخذ حلق ويا واحد لو يا قحطان ويا لو يا كف ما خصك طبعا يا كف هذا الكف رضع يقطعها شفت الكف وعلى شرط حيدر بيجي ها حيدر تتحبني وسوالف وايع حيدر مو بس ايش لازم بوسه هاي فرنش كيس هاي الطويله لا يكتب خمس دقائق هاي لكن الفرنش كيس تجيب لساني يا غبي مو الطويله لا الطويله ايش اسمها ما هو لون كسه عادي بس فرنش كيس تجيب بيها لساني ها سمعت هيك هيك بالضبط نفس هذا الصوت مال بهيم اثر بوجهه علي تدرب سالفه كف من نام ويا واحده غير قندال
لا لعبة مديون شباب بدينا ليش تذبح نفسك؟ ليش تذبح اي والله هذا لان هذا ابن الكحبة مين قال له شيء مين قال له شيء لنا بس زين اوكي حيدر يوم القيامة اجى ولقيت الاسلام صح وانت شنو تكافر لو تروح للنار ها لو تنيجك على الاقل للنار بالنار جماعتي موجودين ابو عامر قسم ابو عامر موجود يدق طا 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 ايش عندي راح للجنة مطربين الفنانين الرباح دول كلهم هناك حسن ايش دعوه حسن والله كلهم حسن لا حسن لا جنة ولا لا وين راح حسن يرجع يخفوه من جدة وجديد حسن جديد ابو بلخيس ما ادري وين ايه بس القندال شنو اوفر باس الماب مال حسن عذاب تدري شنو القندال؟ ها؟ ينزلوا كل جيم دوتا ويسوي كرر لازم تجيبه لا شو يسوي له؟ حسن او يندقن لا او يندقن وما يكسر ايتماته لك لا لا حسن العذاب مالته نزلوا ويا سجاد دوتا واثنيناتهم يتعرفوا علي هاي العذاب لا عندك مو هيك هبي العذاب يكتفون ايده ها ويخلوا قدام جيم والكل يفيد هو مدى يفيد لا لا غلط عذاب جاء غلط والله لقيت العذاب اقوى حسن ينزلوه مثلا دوتا ها وهو سكوره مثلا هو كاتل 20 وما يتمره واحده وحسن اخويا نازل وياه برس الباك ما يت 30 وكاتل 3 هيك شيء ويقول له كل صوتك خسرنا هو مكتف ما يقدر يقوم يعني مكتف اخويا يقول لك كل صوتك خسرنا والله ايوه والله ماكو هيك عقوبه انقص من هاي وعلى شرط قاعد بصفه يعني مو بالتيم اي اي ومكتف يقول لك كل صوتك والله كله انت مرض وكف على علي من همين واحد يسرى واحد يمنى وكف اوركل يطي سادس الحسن اخويا وما يطي الحسن ويرقعوا بالنعال على يقول انت غلطان اقول ليش تريد يعني ترى كف من دا اقول يرقعوا بالنعال يعني انت راح تضربه مثلا كله يعني انت نعال اقول لك طا شلون نعال يعني اذا كف نعال يا قياس قياس خاص يعني نقول نعال مال ديناصورات احتمال مستحيل نعال مال لو نعال مال سيدنا ادم كان طول 60 ذراع ام صحيح بعد ايش تريد انت نعال مال نبي هو عين ادم هي النجف عين ادم اه صدق ايه خبر هذا عاد هي ايه شوف انت نعال مال نبي يعني افرح عادي ما شاء الله ايه ليش لا ليش بابا عين ادم هي ابو كان عين ادم مو مات خليني افش ابداعات امك خليني مسلم هي النجف عين ادم والله ايش بيك وانت شنو تكفر ليش رجعك بالنعال بلوعي اضرب النعال هذا اللي كفر بلوعي والله بس كفر انا اسوي 100 ترى بلوعي شلون انا بطلت اكفر سكت السيل كفر عادي مو بيك وين ما كفرت لا بلوعي الدين ما تسال سهل عده بعد مو مثل قبل انا شفت تكفر شفت محاربني زعزع محاربني بس اكفر القطن ها حيدر ها ورا الجيم يقول شلون كفر اطلع بعد ما العب والله يسمعني حكي يسمعني هذا الكفر ما يسوي ليش لا لا بس والله لك اقول لك الباحر كفر اللي كفاته صدق صاحب اندقاء اه سمعت باللوعي مشيت وياه ايش عليه ودي كفر بس فرحان يعني يفتخر يعني بس الشاطي زوه رجال 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 بدنا على ارجع على راسي بطل كل خرا تحكي لا تحكي مره تسمع سالفتك كل خرا تحكي بيستي تاجراتك بيستي حيوان تسوي له ميوت كلنا سوي له ميوت تحكي عليه بس لا تحكي عليه بيستي يضربك بالنا الله يحفظك أثارات المجتمع هذول بلوا علينا حيوان شو عليه بك صاحبك طبك مرض والله يلا بدأ الجيم بدأ الجيم المن الفكات تشوفها يا فكات أقوى كيرلي يعني مبين الداير اذا استخدموا البكات بشكل صحيح يعني اكيد كلام جميل هسه عفوا هذا بس هم هسه تغيير بوزيشنات عندهم هلو السلام ايزي اي شيء يحكيه كاف للسمعه عفوا عايشين في الزمان واحده في الشارع هلا سوي صوت انا قد 50 سوي له ميوت أنا مسوي له ميوت بعد هذا سوي له ميوت يا ولد يتنفس من زر فمك بعد ها
خليه مثل القرد واحدة هنا. اي واحدة واحدة. سوف هو ما يدري شو نسوي. كف. بس يسمعنا احنا نقدر. اي هو يسمعنا مثل الراديو يعني. واذا تريد تخابر حول لطاها 5 دولارات نفتح لك المايك شوي. امسك السمك. يا دي صورت اختك كم بدالك. اذا تريد تحكي مثل الاتصال يعني. ادز فلوس لطاها على الفيب. وش اسمه. ونفتح لك الميوت تحكي شو تريد وراها نسد عليك مثلنا. هاي راح نجيب لكم طبعا هواية جتني ركوستات. وين حسن؟ وين حسن؟ السجاع حسن بالطريق. الله طبعا تدري ليش هسه بالواتش ماكو هواية متابعين؟ حسن ماكو. لا حسن ماكو. وانت بصفك تجيب الهوك. تجيب ليش؟ ايتر دانس لك هو انت واقف بصفك تجيب الهوك. ايتر دانس حتى يجيبها من بعيد. انا فتحها. انا جاي عمان لزمك. ما تلتقي بيها قاعة بس نايبار وين تلتقي؟ ألزمك أنا لك. يلا افتحنا يا يا بابا كنت غير دقر هم هذا البايت. افتحها كاف. ما مسوي لميوت والله. لا افتحها افتحها اسمه افتحها. أما كحلة أما كحلة باللوعة. إيه بس طاها كيلة على اللي يدز لي صورة أختي يا الله. أنا طيب يعني تحسسه بأهميتها هسه من مسوي. شوف حسسه عدد. لا ماكو شوف يعني استجاهل مو إذا دوخك بالغرفة طلعوا وسد الباب. صح انا هسه سديت الباب. هو اكو مثل عراقي يقول لك الجاهل لك ايش ولا عينك من بالحق من لا من اني مرتاح ورد العب ويا الجاهل افتح الميوت. يعني افتح الباب. ايه صح 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 عندك وجهه نظر. حسيت نفسي دخلت للاسلام صرت متدين. لا لا اشنو اللي عشتك تكافر بالبيستي شنو ايزي ايزي بيستي باللوع قال واحد قال لي اسمع الشعبان اكو محل اه قدال ما عارف اللوع. اكو سوبر ماركت كبير مثل المول يبيع يعني اشياء وبقوليات واكل راي سوالف. فاكو ثلاجه اكو مال محلال بس يعني لحم وملحم. اكو هذا الصوص اللي شايفيه المارتديلا المنفوخ هذا. ايه فاكو مارتديلا لونين كان انا دائما اعرفه بس لون واحد. فاللون الثاني اخذته قلت خل شنو هذا طلع مال كبده. اوكي فقريته قريته خنزير رحت على المانجر قلت له واي يو دو ذس سي سي سويت ذا سي شو اقول لك مسكين الى درجه متشدد شنو حاطين انا ولا اسمح لكم واتعذر ساعه كامله وانا شنو قلت لك اريد ريفند بس اللي يقول هذا واحد حاطه هناك يا بنت قحبه يعني انت اكلته ولا لا الخنزير انت؟ لا اسالك على طعمه لا لا ما اكله بس واحد حاطه بالمكان مال الحلال يعني يجي واحد مطي يشتري وياكله ويقول طيب يعني سوى لكم بيت نيكست سوى بيت فعلا قلت له ما فكن مسلم مو مسلم 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 لا 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 ما فك يو ان فك اب وكذا باتاب ارسل بلود مسلم warning punish a jakiro incoming حسن منور هلا بكرازي بتجديد الرايس ولا فشرنا عليك وشرفك من كسخت شرفك لان هيك طلع لي النوتيفيكيشن دزت عليك كليك بالغلط كان اسمع قاندال ده يحكي علي هي هاي مره بالغلط شنو هي مره واحده بالغلط انا خالتك شباب بود اشترى بود فخر بيش بيش والله اخذته اوقف خل اشوف الرسيت يا حسين مكتوب عليه زاد 18 مكتوب عليه زاد اختك الفول 27 يورو واثنين فليفرز نيكوتين 16 ايه والله زين بالعشرة مل مدزيت له دزيت له المنيو كلها البلوعي دزيت له المنيو البلوعي شلون النفس مريحه مو مليان جوسات مليان يا شنو بعدني دا افتحها من الباكيت رجل هناك هاي شنو عفو مونكي وحده ليش عفو مونكي وحده بلوعي والله ما اتوقع راح يخسرون هيك لك دا يريد يدقرني طلع لي شو اسمه طلع لي توثيه مو طيب والله عوده هالطولها لك جر منها نفس صارت غيمه بالمحل حتى ما سالت على سعرها لان قلت قشي 300 ممكن اي في وحده تتوقع هاي خطوه صحيحه طبعا من فاز ابي غير استعمالات فكلاس قبه الدوده عندك شكلها جوه اي كلش قوي الجمال بتحالهم راكسين وتذرات قلبه الليل ونهاري باللي الكاف يستخدمها ويا اختي شنو هي هاي طويله لا اه لك هي هاي على صوره عير عبالك هذا اللي اشتريته شفته بلوعي لا
مشاني غروك لعبتك كذا. اقول لك يجي ويا كارد رجات اثنين يكفين. كفي كفي. ايش قد يلا يصير نفسه قحطان كارد رج. تدخنون يا فاسق. ايش كلها قام يبيب. صار له 40 سنة دخلت. بوك ستارت جايد. احسن دايت ما تقاش. ها؟ اريد ادخن بشراهه اللي ما بصدق خلاص هذا المعسل. First before vaping to avoid dry burn. Do not ever fall. 80% or lower would be better. Please inhale the cartridge a little bit. Soak the coil before putting it into battery. ممكن ضرب النعام. لا تقول انه ضرب النعام. ضرب القحطان. فقدوا توازنهم حسن بس عندهم بس لين واحد ول. كف واحد يحكي في انجليزي بالتعليقات ارجو ان انت اللي جاوبه انا بس بتجاوب عليه يو كي بريتش ده يحكي جاي اكسنت بريطانيه ما افهم. بوب كورن سينما كان يو سند مي داونلود لينك فور دوتا 3 هلو ديور سير فروم انديا سير ات از فيري هارد تو سند يو ذا لينك بيكوز يس شباب اشلع عليكم بعدين يلا انا على بوك لا ابو حتى الجبل سوي لي وتبدا القح مع احترام البلد مو قلت لك اسهل واس العب ويا الجهال اسهلم 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 شنو سوي له سكراتش يطلع لك كود ها شنو اذا شوف اصلي ولا يعني ما اصلي يعني والله افتحها اوكي فتحت الكود وبعدين حط على الموقع يعني والله كفو بنقاح برا اقول لك جندال اللي بلبس لها تبقي هاي لك والله اول ما شفت هاي العودة طويلة تذكرت بي سي ابكا بلوعي بلوعي بانت هذا كفو هل افرح مع الوالدي اقول لك شنو اف جيلاردان اردن اف جيلاردان اردن يعني اللي ماخوذ مني راحت يدي ياريوك شنو؟ وراها اف جيلاردان اردن اللي ماخذه من يدي البلرسن ياريوك دز لي اياها ما ادري انا طيز لا طيز والله داك تكتب الموقع هاتش كود .psp security code على الفيسبوك نزلته تاو وورلورد والله الكود هيج لوعي انا السابعة افتح لي الكود مالتك 7-9-0-7-9-7-9 الكود محمود يقول له افتح الكود افتح لي الكود ثواني POD bristle back incoming. At the. عشان المد هم خسران بعيد جندال. إيه بالنعال. ما تلمد. ما عنده. لا يوجد هنالك ما يمكن أن تأخذه من الصيادين. إيه ما يعني أنا فترجمت هيك بس ما فهمت عبالي إنه مغير معنى. هي هاي وين لقيتها؟ دزياها واحد ابو دليفري يعني دا اشتري منها جوسات وقلت له اعطيني اللوكيشن ودز لي هاي هي هاي الاف جيلار هذا الاف يعني صيد اف جي صياد اف جيلار صيادي هو اف جيلار هاي المنطقة اف جيلار دان هي اسمها الصيادين؟ ايه هي المنطقة اسمها فجلر يعني ما عندهم احتمال مكان توصيل لهاي المنطقة او هيك لا هو اصلا هناك مكانه بس قلت له اعطيني العنوان بفجلر نفسها بس لهاي خلينا نجربه بستة من الجرام هاي جوز ما عنده محل هناك قصده مرحبا كتب لي وياها كاتش ادت كاتش ادت يعني ايش قد غير؟
ايش قاعد بس انا ما افتهمت اللعي هذا يحكي لي يشرح لي ابو المحل وانا كل شويه اقول له عيد شويه شويه على كيفك ترى ما كان شيء اقول له احنا نقول له ياباني بفنلندي شو بفنلندي شو لا لا انجليزي عندي في فنلندي عشان ما اشتريته قلت والله فاني افتهمت انه ماكو مكان تاخذه من عنده من هذا المكان ايه ماكو مكان لول والله مش شو ما شافك رجاله ودي لي البلوعه علي من جاتوا انت من لعب حسين انت كمل عليه ضربه نسبه اللي يحكون انجليزي هناك كلهم حلو يعني ما تواجه صعوبه متحكي واحد لا تواجه صعوبه من تروح دائره من تروح باينج من اوراقهم كلها بالفنلندي يعني ممنوع يحكون انجليزي غير لا يصير بس ما عندهم يعني عندهم انجليزي فنلندي وسويدي بس تقدر الرسمي يعني المكاين قصدك غير يعني كلها لا المكاين الاي تي ام الهاي بها انجليزي كلها بس قصدك دوار دوله الاستمارات يعني انا قصدي مثلا الموظف الى حق يتعامل مع المدنيه طبعا طبعا عادي ماكو مشكله يعني طيب انت شلون ترجم اوراقك الرسميه غير هو متزوج في الانديه يعني متزوج هذا متزوج شي اسمه الحد اخ الزواجه كبرت قدام عيني كنت ذاك اليوم جاهد الله غير يقعد راح مواليد خمسينات ابيتك عليه دي يا ويل ايوه تتعلق ها ايش تقول الممار شو يسوي يسوي ترجم جوجل اكو مكتب يساعد العالم تاخذ موعد وتروح لهم بلاش ترجموا لك اوراقك عبالي راح تقول لك ما ادري مين مار في مي مركي مار هنا صدق كذي لا قدرت وجهي بحاسبه بعيده بس لازم تكلكي الاندكيتر ايش نطاها ما يفيدك the device is not recommended for use for people under 18 ترجمي هي حتى يضحك زياد زياد اختك اختك فوق ال 18 قاعده بصفك الله عليك يا طه والله اعطيني احكيها ما خليها تحكي يا زلمه قصدي يا جواد يلا هاي ذكرني واحد بالمنطقه يا ابن بالوعد عارك الامه محترقه وصايره طلقات وما ادري شنو ها طلعت كان يشق القميص على اساس صار زلمه قال ابش اطلع منها لا جحط رجلك بطيزي اسمع شنو قلب تحشيش العركة والله بالضحك كتلوهم كتلوهم بالنعاس بس هاي فانجولير ليش صار كل شيء هواي يلعبوها بس هو متأذي متأذي فانجولير كل شيء ريد ميد هسه شو يسوي ما اشوف سالفة يطلع مايدس قبل البوت هاي صحيحة منو يا هيرا افي ستيلر يعني فيسبوك يقدر يجيب كلات ما هو تراي لين كان لينه بس ما يقدر يجيب هيك كلات صح يقدر طبعا يقدر. هو لازم يختار شيء على شيء يعني شو راح تلود زين شنو خلي لي هاي بامكن والله تشوفون من الجيم لو ستريم بلوعي يلا جاي انا حرك الموس بالدبور بن ما يشحن البود شنو الفايدة بود وما تقدر تدخنه بالبيت؟ لا يمكن حدخنه بالبيت بس ما ادري ما باحتراف دخنه بالبيت يا معود دخنه كرجال شو اسمه لا ترى لعبوا لك اياه على مود شو اسمه جهاز حريق والسؤال خليه سكته بس راح اجيني شمك لحيطة ها بيت احنا لايف اوكي ها بس انا ما حددت شنو انا ما حددت ايش اي انا حددت امك اشنو اللحية؟ لا تحددها؟
الله عليك يا طه حلو كل حشرة ستة أشي أحطك لايك زين هسه منو منو كلانز وزع اي منو زع هسه كلانز واحد زع شو اسمه داير دعوا اهم هذا خير الله ايه خير الله تلفاح ايه عدنا خير عدنا خير الله مدري حاطين صوت كل حلوه بالمد انت شنو رايك بحسن كلاعب بعيد عن الدوته يا لعبه عبالي تسجيل لان هذا السؤال سؤال يعني ساليه هوايه فعبالي تسجيل بلوعي انت شو تسوي؟ راح هسه راح اجاوب اني ها وانت سجلها اي واحد يسال هذا السؤال شغل التسجيل ماشي حسن بكل اللعبات زمان ما عدا الورق هاي مالي وقلي هاي سجلها خليها واحتمال زمان اللي انت ما شايفه لا يا شراد لها هي بس تبع الشطرة والعب ورقة التنين المعذب طيط هل سوي تيست بيست شنو رأيك بحسن حسن من يابي يا لعبة بالدوت بالدوت والله لعبوا يا ما اقدر اكريني صح خمس يوم ما اقدر اكريني يعني اني شو اسمه يعني لو نزل مايند كنترول وانت وفلين ميت للكرر 14 مره ما يكريك يعني اسف انا بس المفروض انت تكرين 14 مره فايبر يموت 14 مره شلون بس اريد اعرف شلون احتمال بي سكر ايش ما ادري كنت كل شوي على السكر هسه واحد بارا حس أنا مشيت أكو حفرة بباب بيتنا وقعت بيها ثاني يوم وقعت بيها وثالث مرة ده وقع بيها يعني أنا زمال أنت وقعت بنفس الحفرة 14 مرة ثلاث مرات ما صار بيك شيء لا هذا مثل شق مثل ما له دخل بس يعني زين هسه ما خاف هذا جيم يقوم البقية بقدر تتكريني يا أخي أنا شو اسمه جارد مو جاردين شو اسمه رانكي كروسيدر رابط قدر يكريني بشد وفيند حجية حجية انت تخيل ذا حجية يكريك اللي هو هيراد لعتش قد فاشل هاي لا 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 حجية شو اسمه كروسيدر لا لا مو كروسيدر جارديان ايفيز ايفيز وانا احب اسلم على مصطفى المصري من خلالها بس تريم وقل له لو تموت ما العب وياك حجية منه حجية هذا احد اساطير الدوت العظام هذا من الناس اللي عندهم لغة خاصة بهم ما حد يعرف يحجيها بس هو وكم واحد بالدنيا حجية دزدي واحد في اربعة قلت له شنو يعني من جان البيت قال يعني ايش اربعة وانا خمسكم ايه قال انتوا اربعة وانا خمسكم ايه مرة ايش كتبنا له قل له خمسة جي جي اربعة والله بلايد وهذا شنو كان كتب لي نو يعني ما انتظركم عجب ميدن شاينة شنو الكفر هاي شنو الكفر باللعبة باللعبة ماكسيمم اوتبوت 7 واط اقول لك شنو هذا البي جي والفي جي ما ادري شنو ذن الليكودات في جي فيجيتابل جليسرين هذا اللي هو يعطيك الكلاود والبي جي اللي هو يعطيك النكه والثروتيت كل ما الفي جي اكثر 50-50 هي مال بودات كل زين يعني بود بس انا اصلا طاني شيء جاهز بس اقطع لا شو يسوي حط لك اياه بس قال لي اذا تريد فليفر اخبط في جي وفي جي 50% ش تخبط لا لا تخبط قصدك تخبط جوسه اخبط عدش جاهز القهوه يعني ما يشرب هواء لان دخانه قليل فيحب القهوه انا اكثر شيء اشوفه تباكو كلش طيب التباكو ايه تباكو فانيلا يبو هسه هذا عندي بس تباكو ايش اسمه قال لي اكو ثلاث انواع قال لي شو تدخن اعطيته جرار قال لي اخذ كاوبوي ما والله ما ادري اكو واجوسات مش كمان اي قال لي الكاوبوي اللي يدخن هيج جاير وراها قال لي اكو جوس مال البوره تدري اي قال لي اكو مثل المار البوره هذا الجولد قال لي المار البوره وقال لي اكو فتشي الاخ اللي تدخن احمر هذا الخري اي النعال فانا طاني هسه انا شط طاني قال لي اخبط ضني اثنين هن ابو 6 ملي جرام وابو 18 قال لي شوف اذا ثقيل مثلا زيده بالستة اذا خفيف زيده بالثمنتعش كاسر يعني اللعبة هاي اذا اجيك شجيب لك جوسات اجيب لك المحل كله يمكن خرب يومك كذا عنده شغلات بلشي بتسعار هين؟ تتمنى بيتنا بنفس الاسعار اوقف خلي دز الزيد الجرة
اقول لك شنو بتركيا هم ممنوع؟ ايه ممنوع. طيب ازي احسن والله شو تحتار تركيا الفيب وانا زيد الجري هاي صورة العير البود بس باعه مو كنا عير اللي خصاوي شفته؟ هالبامكنز جوا والله عم الطوباتي حسن ليش مو احسن تشتريه اونلاين؟ لا يا معود اونلاين ما يجي كواليتي زباله الاونلاين هذا يصير شي بيطرح عليه ما يبي امازون اكو غير مواقع مال بيب اكو امازون عندهم بس يعني ممكن اشتريها نفسها بس على اونلاين هو قاعد انتظر اسبوع عنده يجيني لا قصدي مو احسن اي بس انا ايش مدريني انا رحت هذا الصالة ساعه يشرح لي انا شو يسوي يقول لي خلي فلاش يخلي فلاش اقول له انت اشرح شوفني قلت له اكو شغله تحكي عليها شوفني لك بلاش كله 7 يورو بس ضغطني بهاي التوثية تطلعها لك والله غيمة بلوع غيمة غيمة زين والنوبة شنو بي ما اعرف شنو الفيلم المحل بي قنفات قاعدين ويفيبون سوى قهوة شنو اي صار قهوة يمكن يفيب وياخذ جوس يدير وياخذ جوس عرف النوبة الفيبات اللي جوا شو اسمه جوا المنيو هذا مثل محل ما سيجار يقعدون هناك يشربون عادي يصير هاي مصحة؟ مصحة صدق ما قال لي الاندوكيتر يطفى ولا لا اقول لك هذا صاحبك قبل بوتش يقول ايش وقت يصير قحطان الكويل ورا جقيد ورا كم فلينج والله سألك يا سيلة كم فلينج ويصير قحطان اسعد من يجي تيم سبيكس لا لا نفسه حسن اللعي مره اخويا ده يدخن نرجيله تتخيل من احمد كل شيء يسحق سجاير تخيل مره قام يدخن بن اخضر مشاكل تكه ما تبى الف ونص هذا زبيل هذا مو تتين اي زبيل سجارة بها نقاط صفر بها نقاط صفر نطلعها من الباكيت واو فمره احمد يدخل نرقيده كان حسين ايش يسوي ملص القمش خلى له سجاره بي واحمد ظل يسحب لا والله وما يحس ظل يسحب وما يحس سوى سجاره ماوث تو لونج حاطين بي على القول هسه شين شلون با انستول باتري دا تشارجنج بليز تشارج حسن هذا انت كذا والله ستاي ريد وايل تشارجنج اند جو اس وان فل تشارج يعني لا يحضر حضيره ما راح يصير حسن ها اخوك كل شيء يضحك اي دخل اجيب ام قهوه احمد لالي ايه اذا دخل نرجيل وحده يموت نرجيل وحده نرجيل بالفور ابو نرجيل ها مدخن نرجيل بالف ونص وين بال شو اسمه بالدارة اكو بالصحة قهوة ما ادري شو يسموه من اسمها صحة يعني تطلع بصحتك قبل على اساس النغل شو يسوي اخر شو يسوي نرجيلة باونتي بالفين الله شو يسوي يخلي لك معسل جوز الهند وعلى اساس جوا ما يخلي لك ماي حليب داي فيك شو يسوي ما يخلي هيك نسخة شو قطوز مدهش ويخبطه شمكات تشوف على اساس ابيض حليب وصارف عليها اي هل الساعه سوا بالفين ترى يا انت قلت لي معود شنو احمد العزاوي يقول لك في سي تي هذا هم جوس في سي تي منه هذا ليكيد في سي تي هذا من جوس نعم هذا هوايه النجي اوف هوايه اي والله انا هم صراحه سمعت هواي على الفي سي تي انه صحون بي انا شميت ريحته من ولد صاحبي هم كان يدخن بود يعني شنو الفي سي تي هو اسمه في سي تي اسمه رب فيبس في سي تي جوس لك هذا ضغطنا بهاي الفيب مالت الاوتشيه والله لك شو يسوي بيها دق ما يدوسها يشحنها ما ادري شو يصير يدوسها قبل ما يجر نفس اي هاي تحرق هاي زين يدوسها تقوم تطلع دخان حتى من جوا والله من جوا تقوم تطلع دخان عنده كان فيب صغير من هذا ابو التقطير يقول لي نقع القطنه وترسه ايه وهيجي في 27 يورو وماركه مرتبه رخيص طلعت بلعب شو قال 200
انا ما اشتريت 200 بس يعني البطاريه جبتها اصلي انا ماتي المود دراك 2 والتانك دروب ديد عندهم تقريبا اخلى ذني السيستم على 100 بس هاي 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 اكو عند ذني تخالهم بجام خانه القزاز ذني توصل يمهم اكو اكو ذني الميكانيكال موز الدرا البرج فانيلا كاستر كله 3 اوراق فوق توباكو 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 فانيلا كاستر توباكو اقول لك هتشتغل على البود لو بس على تشتغل تشتغل طيب كان هذا الطعم في شيء ما انا اديرة براسي افتهمتني اي طعم مختصر اي يعني اي فتشي مختصر مفيد انا قال لي تقدر تسويه انت شوفني الخبطة تخليهن بعشرة سي سي ذب بي جي في جي وذب نيكوتين وذب فليفر قال لي هيش تقدر والله اشتري كله جاهز طب طبعا جلسات الامريكية والله ما يوصلوا لها اي احد يوصلها اكو عندهم جوسات فنلندية قريت؟ لا اكو شغلات ما افتهم كله لكر وما ادري شنو لكر هذا الشرب اكو اكو فيب مال ويسكي يا بس كريم جربه دفع الجيم سووا فاد فعالية وين هو غير بوز صار لنا الساعة اشنو شحنت؟ شحنت طفل قلوب الله بايق الحلوة ابويا روبك لك عمي والله روبك لاعب شنو هذا ياسر حل الالتي؟ ايش الالتي مال بين بلايس لو يموت ما يسويها ما؟ حسن بلايس طبعا تحية حسن بلايس البوغ الجيفة مال فجي انت حزينها قل لك بلايس عمي بلايس بلايس لك تحرق تحرق قوية؟ هل فعال فيه؟ خففت 18 زيت 6 والله خليت بس 6 من الاخير اقول لك قلت بعدين اضيف 18 50 ميسر يهري هو مو يمري لو يهري لا يهري يعني هو جاي يشرب يعني سموم قابل شو اقول شلون يهري يعني هو يهري اكيد ريها لاختك يلاك اخلاقك كله تعودنا من اخلاق الملحدين الذين اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة الله مو سبويلر لازم يمر احنا دقيقة 13 يمنا لا مو سبويلر جندال يحكي بالقرآن اول مرة حبيبي انا حافظ القرآن جاندال القزوين بس انت تعرف بالدين مالتك؟ تعرف بالدين مالتك انت؟ ها؟ تعرف بالدين انت؟ ما اريد اناقش اعرف بس ما اريد انا اسالك سؤال واحد بس بكلمة واحدة جواب مالك انت لما نتوذن يقول حي على الفلاح شنو يعني؟ يعني الفلاح ما الدنيا ولا شنو الفلاح شنو؟ الفلاح ما تعرف شنو الفلاح؟ هذا اللي عندك كره ما سامع حدا افلح ما زكاها لا لا يعني ما قاري القران قد افلح ما زكاها شنو معناها انا قاريها وجاي اسالك على معناها اي اعرف معناها بس يعني بالعاميه ما ادري شلون بالعاميه يعني صار براسه خير عافيه يصير براسه خير يصير براسه بس انت سؤالك يعني شوي اعطي غير سؤال هذا سؤالك اسامه اقدر اسالك سؤال ايش شنو يعني كلب هذا الحيوان اللي يعرف هاي سعرته لا 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 هاي كلمة بيها معنى يعني ليش سموه كلب ويقدروا يسموه بزونة ليش سموه كلب ما تقدر تجاوب على السؤال هذا مو سؤال الكلمة بيها معنى هاي الكلمة بيها معنى شلون يعني اسمه كلب 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 ما بيها معنى مثلا هسه تجيب شايف انت الكلمة معناها بالقرآن لا ما شايف تروح هسه كتاب مال قراء مال قران مال ابتدائيه تلقى الكلمه معناها شنو يعني اكو بعض الكلمات ما تفهم معناها الا تطلع المعنى اي بالضبط بس يعني الفلاح معروفه شنو معناها شنو هي غير تقول لي صار لك ربع ساعه تقول لي معروف يا اخي مو ما اعرف بالعاميه ما اعرف اقول لك بس تعرف شنو معنى الفلاح استغفر الله
ما تعرف معناها بالعامية. بقول لك شنو حرقة توباكو عن سولتد نيكوتين هسا عوف الفلاح. توباكو هذا طعم. لا فشل علي. توباكو طعم. السولت نيكوتين هذا نوع من النيكوتين اللي هو مو فري بيست سولت. حطون وياه ما أعرف شنو كيميكلز على مود يعطيك فروت أقوى. نيكوتين أكثر. فروت أقوى هو هذا ناس يقتل فروت. ما أنا صاحبي طاني شوي من البود مالته قمت أقحكح نص ساعة بس هو عادي يعني يجر. بعد الرأى مالته ذاك انتهت أصلا. وتذا منو هذا؟ منو؟ الروتشي. ترى بالقوان. هو الروتشي شايل الإحساس أصلا. دخان يفوت يطلع من طيزهم. شنو يعني بالنسبة لك؟ فلاح يعني الفوز في الدنيا والآخر. الفوز. الفوز ما تعرف معناها؟ اي مو قلت لك يعني. قلت لي الفوز؟ ما قلت لك الفوز بس قلت معناها على قولت ولد الثاني علمتك شغلة هو بخير اوكي الثاني علمتك مثلا سطاها يقول لك ما فالح بكل شيء يعني ثابتني ما بخير اه لا حي يعني اي يعني هسه هاي شيء يعني فلاح يعني ما سخي انه هاي اللي يعرفها يعرف دينه انا جاي اسالك شيء بسيط يعني اذا تريد اسالك شغلات اخلص الستريم واسالك ما عندي عصابه حلوه على شبح الستريم مو سؤال اوكي انا اسالك سؤال هسه روح دور عليه واتحداك تعرف شنو شو ليش ليش جريمه الزنا لازم 4 شهود وجريمه القتل شاهدين بس عادي نو بس اجابك بس هاي خلاص ستريم اجاب روح دور هاي اذا جاوبني فضيحه واذا ما جاوبني فضيحه بعد مانك اوه روبك بقلطي مال مونكي لا ترى منا مين ادري انت تشجع العراق ولا تشجع دولات طبعا لا تشجع العراق ابو العراق طبعا بس مدحشش يعني شو يسوي بالالتي مال مونكي مثلا اوكي وقتل مزدوج مونكي يجب ان يطفر اعزائنا المشاهدين هو هسه الجيم راح يكسر التي بي امبر طبعا نتورث ما دوم والله الكورير الكورير ايش عنده هنا؟ اه الكورير كان هذا الكورير مال ذولي مو مال ذولي شو اسم بدوم والله بعد نتورك ما بدوم بدوم ما يدس ولا كل شيء ما اخذ الجيبن ها ما عنده جي اي 25 ال 15 كلش هو يعدي عمي والله صاعد كلش صاعد يعني بعد لايف ستيلر ما يدس ريدينس وريدينس ها بعد طيب زي هاي صاعد لايف ستيلر لايف ستيلر حتى لو 6 سلوتد ما يقدر الهاي إذا جاب شيء بس يصير إيه الطحين لا تقدر حي على الفلاح الصير يقدرون يحرقون من البداية يطلعون من الجنة هم جاي يلعبون على هيرو واحد كلش مترجين هم هالجنة والله خوش مكان ما سال السليم فيه كذا ضرب سالة عنده هاي ماجيك هوند عند الثاني طفل استلم بانجو المكفر حاله الله اللي مفكر حاله الله بانجو لرشو كلش اندر فارمد عشان ضربه بالنعال بالمد ايه كذا 5000 ايه ضعف 6000 ضده وهذا ميدوسا يتعامل بالربه حصل فلوسه هو زين واقع من السطح هو سبورتر عادي هو بين اصلا ما يفر ولا عنده جول كومنت ولا ها اصلا هسه ما حد ياخذ البين جيم 2 ولا 3 اصلا هسه روبك شيبوك من بين وورثي يعني هسه اذا بين يا سحر الذبه حتى ينباق منك الاول اي الاول لين مره واحده بس اذا طوره كلها مو وورثي والله اي طبعا 60% ماينس تاسر ريزستنس بس يعني يطي المونكي مونكي شو يسوي اتاك سبيد يروح كل شيء يروح ستاتس ريزيستر ريدكشن 60% وبعد شنو اتاك سبيد ريدكشن 125 التعليم الجايف مو خوش شغلة هاي اشتريتها مو ليش مو خوش شغلة راح تحشش عليها بلعي اوه خيار يا
شوف بلكي تطلع اقتصادية أكثر من الجزائر. آه هنا في تركيا كاتبين إعلان اللي يقول لك الجزائر المنتج الوحيد اللي يقتل نصف زبائنه. يقول لك لا تدخل. ما قال نرجيلة. آه ما قال نرجيلة أوكي. يوم صاعد أكثر من لايف ستير. ضاع والله ضاعين. الله انطاك عقلا وفاصل زملائنا من المشاهدين. معلمي معلم مثيل معلمي صاحب دليل معلمي مرجع اعلم معلمي مرجع اعلم معلمي مرجع راقي السلام على المحقق السلام على العراقي يا امينيم هذا امينيم والله امينيم امينيم العرب ايه وزير شو بلعب هيرا اصلا امينيم مو عنده 9 مايلز هذا عنده 40 مايلز من بغداد لكربلاء مش 140 140 140 مايلز راديانت ار سكانينج لا لا تمحو ذا ووك المشي جندال صدق شنو رايك بابو علي الشيبان على حال الباقيين كلهم يعني هو والسيستاني ما وبين راح يضرب نعال اعزائنا المشاهدين طفر شو باقي منه؟ ثاني من البرين سناب عركة عركة ما تربط يا يمكن المهم هاي شنو حرقه هو جايبته؟ عادي من سماحة يروح هو محروق عاش 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 نيمه هو هذا قلت لك ربال هذا عمر نجر عده هواي اغلاط هواي نيم يجمد صاحبه مال وينتر بس والله انقلبت بيها روشان بيها روشان طولوني طولوني هاي بروشان نقدر ياخذه امسح امسح ما عندهم احد ليش هذا الفايت كله يلا الف فراق بالنتورك كان ذولاك هذا 2000 2200 ميدوسا ما جت العركة أصلاً مو مكان موجود. إيه مجمع. تعرف أربعة. يقول له ميدوسا موجودة ما هي. صادة كلش ميدوسا. ذكرت لي حبيبي. ذكرت لي. إيه. طالع الجيم. واو. ميدوسا ما تموت. بس ما تموت لازم واحد يجيب ديفيوز هذا عنده ديفيوز زين. أنت ديفيوز الله. لا ستيلر ما يصير له ديفيوز مو. يعني هل حاله تجيب له لا لا الزميل قال قال هل هناك يعني يشتغل نظريات المؤامرة يشتغل 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 مونكي ده يلعب مونكي يعني قصدك شغل شغلنا هم نظريه المؤامره من اللعي محاطه انا طيز انا ما عندك لازم تسوي مال نظريه المؤامره من اللعي ما حاطة شو اسمه كي بس ما هي موجودة بال لازم تسوي لها كي والله هي مفيدة هاي هاي إنه الغرب يتآمر علينا حتى إذا فازوا هسه الأردنيين على العراق يعني تآم وآمر هاي صهيونية ماسونية تركية إيرانية قطرية قطرية إماراتية سعودية نعم داعش ما حد عارفه بعد براسي هذا البود هارفارد ما حد هارفارد زين اقول لك عادي الراسي يبي وش احنا مو التحاري الدراسي هو ما تريد حبا بس سمك راسي يبي احنا بدون شحن هلا اولاد ويتون يعني مدوسها فوق بحده يفرون ناس احنا ما عندنا اخلاق بلعني مار ما على اخلاق طي انا والله ما اقدر على يعني عادي ترى هو حكي يعني هو حكي يعني الحكي ما راح يتحول لواقع اذا شلون القران مالتك القران لما تقول عليه ما راح يصير صدق عادي يعني القران مو مالك انت مو مؤمن به هو ها نفس الشيء يعني. اي مؤمن به بس مالك يعني اوكي هو نفس هذا الكتب المقدسه على مود التلذذ مش ما تقول بيها هي ما راح يصير صدق نفس الشيء لما يفشل علي قابل صدق مو صدق لا بس هاي وين
اقول لك من تشمد فانجولر تحس بوزيشن 6 تبي كان يابت استعد تلعب ضد ميدو فانجولر شو السالفه ما تدري عندي ايش ما اريد اطلق معك جندال ادري طبعا يعني تفوز علي ايزي يعني لا مو لا والله ما على ما مو قصد فوز او خساره لا بس يعني انت ما تتقبل النقاش انت لو جاي بالتيم سبيك هذا لما كنا يعني نتناقش اكو مرات ثلاث ساعات اربعه بحيث يقومون يكفرون من ورا هالقد ما نحكي بهالموضوع يعني انت متت موجود ابا لا والله باعتك كم فيديو من فيديوهاتك يعني تقول والله خلينا نسمع خلي يكمل ما ضربته او خلينا نشوف شو يكمل شيء ما ضربته بعد تهجم يعني تهجم. انت لو تناقش مثلا طريقه على كيف وتسمع الراي اي بس لا انت جا قافل هسه يعني انت تجي ورا هذا الستريم قدام الولد تجي تناقشني انت اختار اي موضوع يعجبك وتعال ناقشني لا انا بدي احكي على الدين ما بدي احكي على غير هو موضوع. انا بدك انت هو على اي موضوع بالدين تعال ناقشني دي. جزء انت تطلع صحش مدري شنو رايك انا ناقشك مو مشكلة انه اذا انت ما مقتنع انا راح بس اتعب نفسي يعني او يجوز انت تقتنع اذا انت يعني مثلا صح ثاني بالعكس انا بدي اسمع هسه انت ابدي احكي بموضوع انا اسمع اي ماشي قلت لك بس خلي خلاص تريمون بس انت هم يجوز انت يعني هذا الحكي جاي تقوله يجوز انت بيك يعني يجوز انت ما تتقبل الحكي لا بالعكس انا الدليل ان انا راح اسمع لك فيديوهات كومو يعني وين فيديوهاتك حتى اسمعها لا يعني القصد انه انا شوف ريبليات انا اشوف الريبليات مالتك مال دوتا وايد فيديوهات هذا دليل ان انا احب اسمع الاراء واحب هاي الشغله حلوه يعني اي مو يعني تجاوبك يعني انت قلت لي تجز هاي الشغله بيك فانا دقت كل زين ويجوز اقنعك صح لو غلط ويجوز تتقنعني اي طبعا اجموني تجي يعني اقنعك بالرأي مات يعني هذا حسن تفكيره قذر هذا ما حسن تشطارن مو هذا حسن بس معناته يقول لك اقنعك يا ابو حسن هم معترف اقول اقنعك ها ما معترف فيه انا صراحه لك ما سامع هذا الشيخ البود استوى الناس وين وصلت هو استوى واصل للبود متعجب هاي قوية هاي والله حلوة ميمار والله حضر للإسلام من ورا هاي الحسن شو مالك فيا ميماركي راح انا يعني راح اشبهك انا بقحطان وين طاها والله كان تونس عليه قحطان الارجيك تو احترام دخلي يا ابويا ضم قدير ماشي مهروبك ايش رو بقى انت ارجو ما تدوم وموت والله عمي زين والانسحاب التكتيكي زين والله والله كان جاي ينسحبون حلو بس ريج ليش ما افتح ريج ما ادري في عنده ريج والله عنده ريج انت فاك الزيت فروح لحظتي مونكي نروح على المشكي ما عندها مانا ميدوسه ماكو مانا عند ميدوسه اول ما عندي والله تفتر دوم دوم كنت يسوي شغل مو طبيعي دوم عمي والله لاعب كلش قوي ها وين؟ توم جيري لا بس كتلو ورك ورك لا سود قاعدة الناس فطومة وزراف كسها بهاي التنيمة من الصر 25 شنو الخطة؟ واو على الستان يا رب اخذ الالف معنا طبعا ادرى بس شنو الخطة يكتلوها مو شنو الخطة هو شي يسوي عندي خطة انه اشتاخذ بس ما عندي خطة شنو تكتلوها لدي شراك سناتشي لو لي شراك دا يصير خوش بك لو
مع الفشار البتشات تقول لا تسي ولا تقول تشات مدت شو اللي يطلع يمين تيجي تشايلها هاي الدقمة دو سمال شنية تكتيكر تشات ما هي الدقمة تشات هاي هاي جو اللايك هاي جو اللايك مزمان. لا حطة ليش جوز تشامرك تشانل واحدة جوز دجر عرق ما ادري شو جاي فيه ترى مو سهله تغير هي مانجيكال يشربون جيكال كان اختصاد فيب اذا تريد الطعم هو انا رجيكاير بس مو هيكاير كل حياتي هوايه جريت منها يعني المفروض اعوفها شويه راس زعبور كبرى راس زعبور راس زعبور لام بيومي شنو هذا العصاص دي شربه اي بيوم ستروبري نعم لقد غدروا بالحسن والححسيت واستولوا على خلافة لا آل مو بيومي يومي سوف اني يومي شلون شلون سوف دبل بوت فايبر انكمينج والله دادو سوف اني نفسي وانكحكم نكحا جميلا وانتم وقفتم تتفرجون وتتناكحون تتفرجوا ايها الكافرون جي 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 اكس دي لوط ووك باس ومات بين اعتقد هسه عندهم تشانس بالفايت لان بين ميت من ايام صاحبه قصدك الدائره لهم تشانس يعني يدروني داخل هاي جراند مسوي نفس الاغلاط البارحه ضرب قحطان ينضرب قحطان ما يسوي انيشيشن الملك يسوي انيشيشن او شبح عنبر يلزم شبح عنبر يطلع ويسوي ليش ما راح على ذيك الفرق وانضرب هلاك ومونكي مات مونكي داي باك واعتقد هذا الجيم جي مبروك الاركانات تقدر نقول يعني مكتب. انا اعتقد التنييمة مال بين كلفتهم الجيم بس ما اتوقع راح نعلق على جيم 3 ليش؟ انه شكله هم رايح للكلانز هذا كيش طيب نفسه لا لا نعلق نعلق ليش له؟ لا 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 بعد غيره لوس صاعده للنعال طلعت ميمي وراح راح يروح ليجز تلك ساهمان هو صاحني قال لي تعتيس بعدين علقه وراح اوه قريبة جدا من ان يقتل امبر ولكن امبر يطير روحه ويجي سارق الحياة ميدوسة ودوم والله سارق الحياة بس على العودة اللي وراء يعني اعتقد لازم يسلمون الراكس يعني تراب فرق مال نتورث بين فانجلر ممكن يسوي اول ويقتل امبر هذا دمه هواي هذا ما يموت يموت عده من الستار عنده عوده هذا بنجلر راح يسوي داي باك بنجلر ما كيم راح يموت اف 10 اف شانت بالقاعة اف 9 كيو كيو ولا اف 12 شانت حسن قلت كيو كيو قلت كيو كيو وانبر يموت اول راكس بالاسلام راح تعال شبعك نيتش تعال هاي اغنية جديدة على كتر استراري استراري تعال يا ابن الحلال بددي ما تاكل عير وتنشب انتو ليش تنيتشون تعال 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 دموع العين طوفي كي تروي العطشان انا اقول يا دموع العير طوفي كي تروي مكف الله عليك كيف لك ويا عين لا تحزني شنو بيستي ليفل 11 فايبر ايها الحسين لا 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 اللعبة لا تاستينك على بيستي ورا هذا الجيم بس يخلص اي طبعا اكيد اكيد بيستي تفيد وتخلص الجيم قلت يا معود لا لا العب اقول لك با هو الجيم هو خسراني يعني ما بي مجال اكيد ميت 10 مرات لا 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 يعني كم ديت عندك كم ديت عندك بس كم ديت عندي 4 قلت لي 4 يا دقيقة 16
زين ها حسن زين لا 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 والله زين شو اكيد ذاك الجيم ميت 13 اطخ واحد خمس تي بيات تنضرب خمس تي بيات انت عم ليش نضيع رقم زين شو خمس تي بيات تدق على واحد وتطور مع هيرو خمسه اللي هو يسوي تيب على روحه جزء عادي هذا ما هو يدق تي بي يساعد روحه اتر عشان يجيهم ريمكس زي ما نبلعي انا طيز انت الاحمق اعوذ بالله منكم واحد ينيج الثاني ولك العراق كلاب لوط يقول شار قوي على المنطاني على جميل وجمد وبابا انجلير في موقف لا يحسد عليه نهائيا بس الدوم مات بدون مات وبين مات يعني هم عندهم فرصة يدافعون كيف المد نو باي باك اون وقت يضرب العوتية مناوي يضرب العوتية ومات كل ما انا فول اتش بي ميدوس هي بس خمسة خمسة اتش بي تارق الحياة نو باي باك جي لعبت جيدا ليش كنسل لك التي في راح يشيل من يجيني شيء من لك مشان راجع محترم نفسي ومن دوسن نحن لا نهزم بس شال ربع المانا بأول واحد بس عشان هذا بنقدر وانت بنقدر انا بوقع ما ميت سوالي ديناي مشان هالساني سكس سلوتد لا ضرر مزدوج على صاحبة ال راح تشيل الصفحة جوا كلها بعد الدبل دامج راح تشيل حتى البنكرياس والله ديفاين والله من بداية ديفاين اجي اخيرا و يعني اعتقد انه هاي خطرة جدا خطرة بالعين كل واحد راح تكتله بتاكي لازم احتمال شنو يجيبون خطرة بالعين داري ارحمها مدى ترحم طابع الاستهزاء نوني استهزاء شنو يقول له نوني للبوز هو يفتح شنو قصدهم شادو شامان شادو ديمون يوزليس لا يقول لك هي نقص 4 على 4 بين نقص نفس سمع لسه انا لا انا اعتقد هاي التنويمة لقلبة الجيم كانوا كانت لي نمبر بس دخل نمبر وموت مونكي اخ لو لازم مونكي هنا صح هذا خسرانه الدنيا ما ادري اول باحل البارحه حتى لا هذول كانوا يحكون عليكم بالتعليق ويو ار دون يحكون علينا بالتعليقات يمكن طلعوا قبل يعني طلعوا من هذا التيم الهسد يا اخي راستيل قوي من روبيت بعد العوتيه نيمار هاي فيك هو يا جماعه نيمار هذا يا بهنا انا بالشكل واحد اثنين ثلاثه نيمار من هم كان من كان يعلق باللعبه مالتنا وجيم جيم لعبته جيدا بلعبتكم انا شفت ترى وين اتصل اسمع انا صوتك بالجوجل نفس اسمي بالفيسبوك ماركيز. بالبطولة اللعبة مع البطولة موكي ودودو وواحد كتب عمر قاد اي اقري ميثم هم كانوا يحكون علينا يقولون هاي شنو كله غلط وما شنو شلون هيك يسوون ميثم التمار كان يحكي علينا البارحة واستخدم اربع ابطال دم وهو كان على الثالث مال فايبر اي اربع ابطال دم فاول يدوسن هي الاثنين اتش بي وينقطع يلا يا ولد ننتقل على المباراة الثانية نعم 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 واتش حسن صار عندي لايف يلا بوس لايف يلا من اشترى لك بيستي اشترى لي مالك بيستي يا بخوة هذا صندرت تسواك على راسك وراس الخلة فوق الله يحفظكم بلاير برسبكتيف بلاير برسبكتيف على بيستي وين بيستي وين بيستي شنو معناها يعني معناها وحشي 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 يعني انت هذا اللي كنت تسمعه الثاني؟
وما هذه الكاميرا يعني شوف من اتباع الكاميرا مال بيستي ما يفوتك اي شيء من الماب. واكس بيستي مارك بيستي بشرفك فاجئ وفوز. اتوقع فوز سنجل. فوز عمي يعني كلاتكم نتورتك زين ايتماتك يعني كلها صح. أعزائي المشاهدين بيستي من أقوى لاعب فايبر بالعراق أصلاً. هم كانوا يسموه الأفعى قبل. أي كانوا يسموه بيستي بثعبان. يضرب جبهة دولاية. بلاير برسبكتيف بيها بلاير برسبكتيف لو ما بيها بيها طبعا. عمي والله لاعب مال بطولات بيستي ربي يا ما انا اضيع اول اضيع ثاني من اني بيستي من اني اضيع اول اضيع ثاني من اني الكريب اقوى من كونكا فايبر ياخذ التوام. ليش كيف بوشن ترى كنت تلوز just fuck this son of a bitch. انا بدك اشترك وذن شمرة الثاني عاد راح معلم مايك اش الاول مال كونكي بس عفوا. اوه شاكر بالنعان اعزائنا المشاهدين ولكن بعدها الفايت وينبل. هذا ما بيستي اشتري لك الكولنج بليد حتى تشبيها على الجامعة طعن على العركة بيستي حلوة البيو واحد يشغل النهاية مال او ماي جاد اتس بلاك هول شلتها خرب الجو اي هاي صارت بمكانها بيستي 2K 7 مانجوز اوكي يلا ما هذا السنتري العظيمة ذاتس هاو يو وين جيمز تيمك يفوز حلوة حلوة والله هاي النجمة قاعد تخيل هذا النجمة بهاي البلاك هول قد رانك برسيدر ما ادري هذا شنو هذا الرانك ايه كرسيدر 2 كرسيدر 2 يضرب هيك بلاك هول عم ادري صار طبعا فازوا العراقيين سووا كمباك العراقيين تقوهم شق عم هو شايف اليوتيوب وجاي والله ما شايف كل شيء هاي ايش فيك يا ست جيت انا عم اطلع اذا شايف ليش ارجعك منا على الساعة على راسك كالخريي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 ي
تحكم انت حسين في الخري انت بتدخل 100 مره قايل لك طبعا بس الداخلي صالحك استاذ بحث ليش اقول له طه تاج راسك يقول لي انت مالك علاقه ترى تسجيل واحده شغله تتخربون انت وطه احنا ما يخربنا الوكيل بس تحفيز يابا ورانا اسمه ورانا مناظره ويبي ماري معود لا تخرب اوكي راح شنو تخاف افتح اي شيء تريد انا احكي بس هسه مو قال مو قال شو اسمه قال جندال صار المايدس مال الشريديمون عادي شنو يعني هي صدق يعني مو كذا لا لا ما قال هيك قال كل ما يحتاج فلوس شريديمون يروح لجندال صحيح لا لا قلت المايدس ابيكس قال المايدس عارف شنو طلع على بدا جيم 3 يا بديت على اساس ال جي دي وفناتيك وشن والله انا البحث شوف جاي تسولف والله ما ادري عادي احنا زباله باللعبه يعني احكي عن نفسك والله يلا حسن افتح ابيكس لا افتح افتح التسجيل ما عد يستر يومكس لازم انزلك اياه برايفت حطه بال نزل باللعبه اللي بالار بي انا ما اهم شوي اكو نماذج تافهه ما اريد يجي اسمعها لايف الله عليك نفسي نفسي تكتب لي ميمو لا ما مرش عليه من مرتاز راسك طبعا تاج راسي اتشرف فيه في ميمو ركي هو انا ميمو موجود بس اكبر من انه يجاوب على هي الشغله يا ايش هذا هذا هو جايب لك التكبر من هيك انقص مني تجاوب بالضبط هذا هذا تخلى شق الحلقه اي هو هذا والله هو هذا مو مخدع على 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 بابا لا فيك دينا بزعيد ايش عندي يلا حسن بس لي بس اعطيني مجال موعدني
يراد لك بليد ميل والله والله البليد ميل اي بليد ميل تقتلها بالنعال والله بليد ميل ووتس كلش لك ده يقول لي تو بيج باها يرت تشيل كل شيء لعاد ايش حاشي بي لعاد هالقد ما كبيره تسوي سوي باين اي ما قلت لك اسوي باند بس ورا بس مني يطصب له يطفي الستريم اكو في ميمرك زبايل عندك راس ماء هذا التسجيل العسل لا لا يا ابو لا اقدر اقدر اسوي اقدر اسوي ميوت بالستريم ثواني لا لا ممكن تعرف عرف دنت لك نسوي ميوت ما هذا سمعه صوت بيدوده لا لا مو هسه مو هسه طاها شغلك يا واحد فدي شيء مو وقتها ما بعدكم هسه محتاجيكم التو باندات اه والله يو سي ترى ترى شو اسمه عادي يعني انا اذا حاكي عليه اريد اعتذر له شكو بيها يعني اما انا اذا حاكي عليك ما اريد اعتذار خلينا نضحك الله ضع هي هاي اخلاق عفره سوداء لا شنو هاي تضربها ليش يا اخي انا الزمن انا شلون توقعت المستقبل لين دقت باي باك لانه اثنيناتكم نفس التفكير اكيد تتوقع نفس التفكير ونفس الران هسه حسن طه هسه حسن مثلا ياخذ فج برانك 1 كي كل الهوكات يجيبها يعني يفكر مثلهم انت تلعب والله كان اذا انت تلعب شو اسمه فج ب 1 كي ما تقدر تهو ما تعرف هذا ايش جاي يفكر صح صح بعد تفكيرك ايش قص صفر امام ارت بال 1 كي ما جبتهن اكس مارك اكس مارك لا لا علمه علمه شلون يلعب علمه مسوي لك كري علمه والله علمه علمه استاذ الو ليش ايش بيه ليش لعد هسه شو يعني مش مقصر هو بيستي والله جاي العب صح شي يعني اذا جاء العب راح العب نفس اللي جاي يلعبه بنفس القوه زين ليش الزلمه باع عمي باع واخر جيم بالبطوله اخواني اعزاء المشاهدين ما اتوقع راح يصير جيم 4 بالبيكينج فيز بعد لا خلينا نكمل على بيستيلاني اول جيم بيستي راح يخلص زين اريدك تسوي لي رايت عمر النجار وميمار من 10 عمر النجار ما نعرفه بس ميمار عادي صفر يعني لا يعني اونست رايت مو اونست رايت يعني مثلا مو انت حسب الجيم يعني انت بيا يعني هسه اداء بين ايش قد من 10 بيا سبوت الذبة مثلا ذبة بالمورتال ديش تقارنه تقارنه بالافرج قارنه بالجيم كبالجيم سوى يعني ها والله انا ما شفت سوى شيء انا شفت اصلا روبك ضرب التيات اقوى من بين نعم يعني 2 من 10 اي تقريبا زين اداء بس شنو ما سوى الحركه مال ميمار ما نقول رحنا الزم سادس يروح يلزم بنفسهم نعم وما سوى هالحركه مال قاعده سواها سواها لا سواها 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 مال قاعده سواها قاعده سواها فكره هو ميمار من يلعب مش اسمه من يلعب بين شو يسوي يحط فيديو بفاليوم ابو العشرين قال قال تبلع فاليوم ابو العشرين بعد طق السموك حتى خرب طق السموك حتى يسوي ديورد وهذا اللي اخ طق السموك ده يكسر سنتري كسر خواته ما شنو هذا تريك شاردين الله يسعدك بيستي برعي وسفينة اعزائنا المشاهدين اوه يسوي لها دودج اضرب التي قبل ما تموت ميت ميت ورا البليد ميل جيب شو اسمه جيب اجنب سبتر هاي ليش جايبين اثنين من هاي؟ انا اجيبه يعني هو اللي رمات يجيبه يعني لا تدوسه بع هاي اذا تشوف هاي الكول داون الا يخلص يلا تشتغل ما تشتغل ترى هذا الكول داون اللي عليك هسه؟ ايه ما كنت عليك كول داون ليش؟ كول داون على نجمك هذا الكول داون نعلق ما اللي يخلص يلا تقدر يلا تشتغل تي بي تي بي سمون تي بي بوتم بليز والله جرب دوسها دوسها ما دام مهم دوسها هيا هسه بس الشباب بس جماعته شنو؟ جماعته هسه ها مو منطقه قبل شوي منطقه نجمه منطقه بحسه صاحبي من لك ما يصير بيها ما تشتغل لك لا 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 ايش ذا ايش ذا ما دام عليك هذا الكول داون ضع ميكانيزم ريستور ايه اند جايبي جايب مانا ولا ايه بس الكول داون هنا هلا انا حصلت يابا غير تلاحق بابا مع سبورتات بابا
سبورت سبورت سبورت. اقول لك will not effect until ما ادري شنو. دوسه دوسه البك حيصير. ايه تقدر تفترها منه. اسمها هاي ما عندها باي باك. ما عندها باي باك هاي ذات مو جديدة. جديدة طلع لي. الو وحفرة بيضة اعزائي المشاهدين اعتقد رايزر حيطبيها لا ما طبيها. دير بالك دير بالك تموت. ما يخالف هو ميت ميت. ترى دمك زين عندك واند هم. عندك واند. لا بعد المشجعين بعد المشجعين. انا يزيدني شرف. لك لا تعال يمنا تعال يمنا يا اخي استعملها ايه. ما راح تشتغل عليك. واكو يمك صوبة ترى. ايه هسه فتحها صوبة. عندك هيلينج وين الان. وين هلينا خل تدفع. قدال. اخوي. يا سنة تخرجت من الجامعة. يا سنة. 16. ورايزر يقول له والله ما تاكلها وحدك. ويا سنة طلعت تركيا 17. انت اشتغلت بهاي الفترة؟ لا بالمحاماة يعني؟ اشتغلت تقريبا سنة اقل وين مكتب يعني؟ شنو؟ لا لا ويا واحد يعني صديقي بس شنو قديم هو عنده مكتب. بس اكثر شيء هو بالمحكمة ما رحنا هو بالمكتب. يعني بس دعاوى مال احوال شخصية. أنا ما تيل شو اسمه الكارت ما يحق لي. لازم يصير عندي سنة خبرة يلا يصير عندي أول شيء أحوال شخصية بعدين هاي المتوسطة جنح لما تصير عندي سنة ورا السنة الثالثة جنايات. فأنا بس أحوال شخصية ما كمل. أوان بتركيا لا بالعراق. TP bottom TP bottom someone. وهسه بتركيا. هسه بتركيا ما اشتغل. رخيصة شك شغل يعني إذا اشتغل ما تسوى. اعطوني $500 بالشهر شو اسوي؟ 5 seconds remaining. فول باك فول باك. اكدي يعني هسه شنو؟ حط الفيديو ان شاء الله. يعني وش تشتغل مثلا اردوغان يعطيك 5 اوراق بالشهر ولا تركيا وين يعطيك 5 اوراق؟ تركيا؟ ليش اذا اشتغل مترجم يعطوني؟ اقدر اشتغل بالمستشفى. كم روشان؟ المستشفى يجيها كوما ناس لا يعرفون تركي ولا يعرفون انجليزي. يعني تشناوي تبقى بتشغل شيء يعني وصلت مرحله انه تعرف المصطلحات الطبيه وهذه السوالف طبعا لو راس يوجع بطن هيك كلها اعرفها مثلا عندك كاراجيار كبد اك جيار يعني هسه مثلا رئة. طرحه طرحه شنو بالتركي ما اعرف بس اقدر اقول ميدم اريو يعني جلطه شنو بالكردي بالتركي كلب كرزك كلب كرزك جلطه بالتركي تدري شنو طاها والسكر ملف السكر نفسه بالانجليزي هذا الدايبي سكر ميمار بين سكر مشكته ما تقدر تقول ساعد السكر سكر مدشته والضغط يحتن لا الضغط تانسيون تانسيون شكته تانسيون دشته ميمار انت مالك حق تعلق من تفوز جيم تفوزنا جيم يلا لا لا من يفوز عليه بالمناظرة عودينا خلي يعلق يابا من تفوزنا انت حسن جيم هم فوزيك هو احنا بس انت المشكله ولا جيم مسوي شيء اخي لا تقول احنا لا تقول انت انت مفوزني جيم 7000 جيم مفوزك هذا اللي وياك عمي تولد انا هسه يجي شنو المشكله دازل ياخذ لي دازل لقريف لازم دمك فول يلا هذا ليش فيوري ما جاي يموت ايش عنده الفوزنا بونس لك دبل دامج هذا دبل دامج ما جاي يبدي اخي انت انت يوزلس كل يوم هي هنا المشكله هي لايك يو انت هم يوزلس الله اي بعد شو يعني يفوزون 3 ضد 5 عم على حد شكل عاد حيطبون تي اي ذولا بعد يفوزون 3 ضد 5 والله العظيم يعني لازم واحد منكم مو مرض ولا اخ مرض اي حسن اثبت لنا غير المناظره غير المناظره اعطيك اكزامبل زين زين اعطيك اكزامبل اعطيك حسن برو ماستر ديك المره انا كنت موجود ويانا جيم نازل بس ما ما فوزتنا انت خسرنا الجيم اي انا كنت دافيت اي طبعا لان كنت انت برو ماستر لهذا خسرنا اي فوزنا انت هسه انا كنت يوز ذا سيستم تفوزنا ليش كل جيم انت يوز ذا انا بوزيشن 5 انت المفروض البوزيشن 3 لا انت مو بوزيشن 5 حبيبي شوف مايند كنترول بوزيشن 2 ماستر يشيل انت بوزيشن 2 والله انت انت الكورير بيفايد اكثر منك بالجيم اي وتصليح خطير من حسن على الاقل من نلعب هيرو ما افيد بيه كنا نفايد اكثر من نتورثك الف ها نتورثك الف لا اقول لك اقول لك شغله انا بوزيشن 5 وميت اطلع الجيم هسه انا بوزيشن 5 وميت اقل منك وانت برو ماستر بوزيشن 3
انت تدافع يد لا اوقف خلينا نحتكم للميدالية نحتكم للميدالية من الميدالية تعالى حسن ما ادري ايش ميدالية ما هي علاقة. لا الميدالية ما هي علاقة. الميدالية ما هي علاقة. باعها سميمار مثلاً من كان يشد فايف قبل واللعبة مال أركون. أركون صفر هم حتى مو وان. شنو تطلع قوي من حسن. ميمار حاول ترد. هز النادي هز الملعب. يا بشار الثاني أبرو ما صار مات واحدة كفيل يرد علي. يجوز مو قوي هذا الهيرو. لا عادي أني أني. يجوز مو قوي هذا الجاي. انا ليش قاعد العب هيرو بس انت دا تلعب كنت ما كنت تفيد هنا المشكله زين هسه تنزل انت تحاول جيم تلعب صدق تاخذ برو ماستر وتلعب صدق يلا تعال وانت تاخذ ايش تاخذ انت هيرو عادي يلا يلا لا انا ما العب انا هسه انت تقول زباله اوكي انا زباله ومو خوش لاعب انا اقول لك انت تقول على نفسك انا كنت دفيت ومو قوي ميمار انفضها تلعب 1 في 1 بالمد ما اعرف العب من دخل انت مو في ترى بتفاز عليك قاعد في بنا مو وياك دافتي طاها ما ترى هو طاها بس ما يخالف رابي انت مخوش لعب لا ابدعت امك طاها مقتنع المقتنع بشمت ما انا شايف بين ضحكتك انا خالد كيف كرشك حبيبي اقول لك بس اقول لك شغله واحده حسن هو بالمانيا بنقى 12 وطاها بالعراق بنقى 120 شلون ياخذ منه لاست هيت؟ ذكر ما هو قصه لاست هيت ها ما المشكله صار اوت بلاي طاها طب لا دايف طاها كم فايز اللاست هيت يعني 120 بنقى 12 وفايز لاست هيت عليه؟ اي فايز لاست هيت عليه ضربه بالقنداره بس طاها سوى صدق بروحه طب لا دايف سوى الريسات ثلاثه من فاول ومات بعد هاي شنو؟ اي فكان تذكرها انا ما اتذكرها اي اتذكرها كان طاها شي يسوي اندقر ايه. نزل صوره يده ينرق لحيته هالكبرها ونزلها على جروب تعرى كتب هذا حال خسران بالصاد بس ركزت على هاي اي اركب خسران الصوره 10 دقائق ومسحت لا عشان ترد تخليها سنه حرامات لو اكو بلوع بذاك الوقت كان هسه سكرين شوت فور ايجز الله اسد الهياب اسد الهياب اللوع تستاهلها انت الله والديك جورج البلوع بس اسمع اقول لك شغله بس اسمع هذول التيم ضدهم ايش قد اخلاقهم سقط يكتب لهم قلت لك هاف ما حد يجاوب والله اتخيل حتى انا خابرت طاها واسيه انقهرت عليه بس انا سمعت طاها طلع على الرصيف قام يبكي قلت له طاها ايش تسوي كل خرج بتوحي ما بلوعي ها بلوعي ايش خربطت زينه بين زعبور ليش قارنت ليش قارنت ليش قارنت شبه بزعبور ولا هو زعبور يعني هاي اسوء من المقارنه هاي مسبه رد على جيم دوتا والله بتقمت باوع لا صدق تحكي والله والله لا ابو عمي الجيم ايش مين فاز جيم ثاني يا منو تعاون مناظرة على ميمار يلا تعال ميمار ثلاث واللوس لك قالي لك اول سؤال بالمناظرة منو اللي منو اللي ما شو اسمه حرج من الحمير عاف الكاستينج يلا يلا خنفي نذر جيم ميمار سوي ليف الو الو هنا ليش سوي ليف ليش سوي كاستينج طلعت توتي يلا اوكي يلا نعتذر من اعزائنا المشاهدين بس الجيم ما يسوى يعني مع احترامنا للوعي بس يعني مبين انت ما احتسبت احترامك اذا تقارنتني بزعبور احترم المشاهدين لا يعني مو ترى هي الامثال تضرب ولا تقاس لا هاي مو بس انقاست هاي فيته قوي يطبون جيم اوقف يلا تعال ميمار يلا جاوب تعال حيدور تعال يا مباوع خل اوقف خل سد الستريم لا لا مو غرجيبه هذا ما حيقدر شنو السد ستريم عشان ما شفت الهوتكيات اول سؤال بالمناظره وين طفل هوتكي رقم 9 صورني عطواني ماكو دو سبيشال اوفر جيت بلو يو كان اها بيستي تو شنو شنو سبيشال لاثبت وجود الخالق فويد بيتر ذان بتحط الانفو لا خالق مو موجود العالم ليش قالوا لي الله ضيع حظك كان قال لي الطبيعه تضيع حظك ليش بس ما ليش صورني عطواني راحت ودق دق ماذا فكر صح الخره حسن الجاي شويه سمعنا قائد حلمي بلوعي قائد حلمي حبنا يصير ذله ومهانه شلت القلب حطيت
اه الخرى مكانه شنو السلام عليك بالله هاي يا هي ما شاء الله بنت البيت بالله لا الافاتار الافاتار ليش ماكو يمي اس الذكاء الفيس طب تعرف شيء طه لا ارد اسويه بالحاسبه مالتي ارد ارجع لايام شباب من خلي حسن ليجين حسن انفوكر حسن بريماستر حسن دوتا هاي شنو مال بيستي هذا ما جاي افتهمه شنو معناه هذا الافاتار مال بيستي رجع هذا الافاتار عاد نتذكر ايام الشباب ما هذا طه ما عنده افاتار حيدر ما عنده شباب انا ارد العب اوف لاين ها بلوعي شنو قلنا لي بيس ماستر ها ها ما والله بسمع تاسب يلا انا بتلعب التحدي التحدي هسه راح يصير لا لا برافكم نريد نفوز هو هسه نشوف اللي يلعب احسن هو الفايز بالتحدي مي ما راح يابا تحدي الجيم طلب وحده لا هو هذا اللي التحدي هاي الشباب فايزين بدنا تبين روحوا احنا حكام غير بدون خلافات شخصية ترى هي اللي تخسر كثير ها شنو تسوي بالله ايش تسوي وانا كاري العاد شنو اين ويا ميمار سلكتر بيستي ولا ميمار لا لا اخوي ميمار كصديقة ميمار لا انا راح ميمار سوي لي سبورت بارد خلال الجوة يابا انا مو فين بلاير يلا يلا روح روح انا بلعب دارو خاصه جاني بس بس جوال قد جوالي شوف ردت لي الجيم دارو شنو سبورتك ما العب ما اقدر العب لا كاري ولا ايش اسمه ولا مت انا هسه تعال خل قام تعال روح كاري وميمار وين يروح بلعب بلعب شرفك ميمار راح فوق يلا شو تريد؟ قصدي انت شو تلعب؟ انا شو العب؟ العب اوف لين انت انت اوف لين شو تريد؟ شو تريد؟ اوف لين؟ بنجلور 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 سترينك هذا هو شنو؟ بي اكتب بي اكتب بي اكتب بي اي انت كاري بي 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 هذا باج شوي لا تحولت اللغه بالعربي بس بالجيم اسوي سابعه ما اعطيك الاركانه تختار زين الثاني الله اختار التلي قالوا شوف لو ميد لو كاري عشان منو منو اشتري من دم فوكر منو حسن اختار ارك عشان انت تختار من فوكر مو دورنا حسن انت تختار من فوكر عم تقول عم بنقلر عم ما نطيط بالواي ليش لا عم بدي تونس انا اوف لايون ها منو بعد تقدر لهذا باللين ارزل دافونجو هذا الهيرو الجديد مارس يضوجني يعني يضوجني شوي والله كان دار روح فايبر كاري وبهالرقبه تفضل مضربان اختار العرض اختار اختار بوضة طبعا هم ضاربين عشان لسوي يا صديق اني جيت هلا هلا منور منور اشي ما عدا فوكر كيف حسن انا فوكر عم باك عم يجيب الحب والله هاي قويه طوتو. لا لا ارجع لنفوكر والله لا لا انا اقول انفوكر انا اقول روح انفوكر حسن اذا تختار انفوكر عم تبقى على بنجلور روح انفوكر والله حسن ما يدخل بالحكي روح انفوكر والله انت خوش لعب انفوكر حيدر هاي الحكي اريد اسمعه من انت وياي بالجيم حسن حسن خوش تلعب تو انفوكر حسن بس هذا وايد انت بعد طلعت من عين هذا اكيد ليش سويت ديسكونكت عزيز علي قدال ها شنو ها يلا قدال راح اعد اركانه مالينه لا لا جايب شلون طالع على اركانه ها يا لها قرعه اقول قرعه اي بدي خوس كرميد ليفل 25 قام درف ميد لا تنايج قدال فصل ما ما يديك حسن ما يديك قدال بعد ما راح يرجع شلون بالله ما يأذيني؟ سحر سحر يأذي أسكر بدي إيه سحر يأذي ويضربني ثاني مرة واحدة بس يصير دب مثل أرباع زين حسن حسن نصحك نصيحة دس روبك ميد سوي راتش كليك والله تغلبه حسن والله حسن تريدني أروح ميد؟ إيش قدر عنك؟
حسن والله 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 مو شقه. تريدني اروح ميد؟ يس ما عليك. تريدني ما اقدر العب ميد؟ شوفوا هذا عادي عادي ما ادري توصل يا حسن ما ادري اللي وقت متى. فوزي 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 خليه يجي هذا من ار سبوتشي 2. لا تريدني عادي شو اسمه وزل الميد شفت تلعب ثاني وقمت تزحوص. والله حسن مرد واحد يقول عليك ما تعرف تلعب. روح ميد لا تخاف. لا رايح ما تشين السالفه يوم ما صار حمو تقلب من السنايبر. ها تنبريك عليك بولا حسن شنو يا بودي حشاش عليه. هاي مش كدك شكو تضحك. شنو اعتماتي شنو مش خرب شنو هاي حششت على حسن واني ماكو والله يب عليك. شنو عندك بريدكشن وهاي ماينس 25 ام ام ار انكمينج اندل كيك لينا هاي سيدي طن طن ايش تسوي بريدكشن بهذا الجيم كان قلت انه وردات شيلد عندي سبا وردات مو يمي والستار شيلد وردات يمن يمي مار وصل لل ها يس طبعا الستار شيلد ابيع الورد. انت شنو سبورت بانجو انت تتوقع من عندي دقيقه 10 احتمال انا جايب مايداس ورد ميمار شرفكم الحب. اها حيدر هذا حيدر شباب عندي بود يعني الموتى ورثي تلقي يمكن. شباب ليش اربع تانجوات اعطيتوني؟ لا كنت اسطوله بروبك كنت قبل الوقت ايام الخير بس هسه خذ المكان من عندك رابط رابط؟ ايه اقوى روبك بالعالم نلعب ويمرك بس صديق بيستي لحد يحكي لا تجعلني لا تجعلني بلع روح نتعارك؟ ازرعها نفس المكان لا هذا شنو راح يجي يشوفك ميمار يا هذا هم جون هم جون يلا حركة مال تنكي روح لهم روح لهم روح لهم بلع ميمار وهذا القواد ما عنده ما هذا دستان ميمار اقول لك عفو عفو راحت البونتي راحت البونتي مالتنا حركات حركات ميمارية ميمار بالليل تعرف شو تسوي حبيبي شنو اخذت الوار اوكي اوكي لا تطور الشسمه لا تطور الثالث بهذا اللين اول مكسه كله اي ادري يعني احنا رينجات وهم مليات ما تفيد يعني ودي ماخذ سلاك كله بس لا فاكر تهمني جندال هو ليش سويت البلوك وانا اسوي بول عندك مو مو مركب دائما كان ويها اكثر شيء مو اللين هذا راح يندفع باللعب اه ما تدري بويها علاوي مو ما ادري يعني هو هو بويها اسمع علاوي يعني علاوي help me mar denied okay here not اي بس مس على بول مار بوزيشنك نعل تقدر تسوي بول كل شيء فينا ضارب مارس بان والله كان تاحينه ثاني بلوك لك ثاني بلوك لك كان؟ طيب سويها ديور اكت لون يريدون ما اقدر اساعدك شلون ما اطلع 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 اطفر اطفر علي جاي علي لو علي لا لازم نتعارك اذا ما نتعارك نخسر الجيم اذا هاي الويب صارت تفش عليهم واخذوها نخسر الجيم شو عندي لوس ثاني ما اعرف ليش زين جميل العفو في رجل شو ديود انا متت وين حطي حلوة ما اموت والله ما اموت لو فيل ولا حطيها هنا اللعب راجع للبيس انا ماشي
أوسكار أمبس. Let's get to the point. ما أقدر أطي ثلاث رنجات لك. لازم يكسر. فلت ثلاث رنجات وملت. ما أنت هي. 50 جول. لا توقف يا ميت. I like where this is going. Ah, the fossil. هذا حظ خلايه. شنو يعني فصل يعني كنت ميت ثاني شنو؟ لا كان هو ميت لأن هو كان يصعد منا. ثلاثة. فصل كان يرجع الهيرو. حلو. بيت لك ايش قاعد اشوف جوس ربع طار يا ربعه فارغ ها لا لا هي هذا شفاف مدين نو ادري حب انه يصير اعطاها التافي رجع رجع له اولي ترى اعلنت عليهم اهو تخجلوني بيستي ليفل 2 صار عايش عليه وانت بتعلن يعني اعلن على مود الدقرة انت الناس من تندقر بكم ما تعرف تلعب هاي استراتيجي سوي لهم دقرينج؟ ايه من دقرينج يسوي لك دايف الا بلا اشتغلها تاكات تاكات واولك وسوالف هو عنده هيلث ثانية؟ ما عنده ما عنده هيلث ما عنده ما عنده بس من يجي على الحج اضرب تقدر تجيب لي تي بي من مرات؟ تي بي ولا ايه راح اجيب لك تي بي ماتي كول داون جندات اي واحد يجيب لي تي بي ولد اوك عيني هذا نايس هيرو ده كم عدي هالثاية بس اضربه ايه اضربه اول هناك هذا اي شيء هذا كتلة هذا التافه ايش اشتغل نمار تعال نكتل تعال على اللاين خوش اول ما يجي على اللاين اكيد راح يجي على الرون راح الرونه ورا الشرين اوكي اي حاول تاخذ الرون اكتر ما عندك تانجر تعال على الرون تعال على الرون عوف روح على الرون بس ريد يدوس الشرين برضه خليه عندك شيء؟ بطير بس الخول بس الخول مين ما؟ أخذهم هاي سريك تحشي؟ كتلة؟ على هذا الله هون ما ريته يا لك كان مات حتى له هو ترى وين؟ والله بحب ما تلاحق كوريو بس هدي بيت جبيت؟ أتك على هان غلط فيها ما انت مسويت شرني؟ تبيته بالكوريو ملوعي علي علي يلا يلا شرني 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 دوسه نايس هيرو تعطب لي هذا تعطب لي يا جدد وارد بالمتعب ايش صرفكم بس بوزيشن مات يصير غلط اموت ايش قد الرينج مالت خليل مال مونكي كينج راح شراين طبعا طورت غلط ما فهم ما كان المفروض طور الثاني يلا دكتور ميسنج ترى جاني وكتلني ورحت قتلك ليش مو دبع عليك شنو قتلك تقريبا وين الورد ميمار ليش تتورط الشوف
وحسن متأذين باللي كل جاي يموت ما يقدر يجيب اي بس دز لي اياها يعني شوي شو اسمه راح اسوي لها دروب على لاين على لاين على لاين على لاين استعمل هذا جو لاين جو جو ما يسوي لك شيء ما يسوي لك شيء انا اديه ارجع ارجع يابا خايف والله كنتني جندال ترى ما عندهم كاتش قوي بعده مو ستي مدتون هذا يوم الهيست دبيت واردات ترى بالبيت هتعرف تسوي لها الت ودسها انا راح اسرع جسر عليك يا بلع راح اعوفك شويه ماشي طيني بطلك حسن حسن طيني بطلك فاك بالقاع دون اهلا شويه ساعد الفوق انا بعد لفل يلا نكتل هذا قندال يلا خل اوصل بس خل اوصل يلا على هذا الله الله ميسي انا على الرنج قريب كل الله كل الله اسكر مس يلا على هات ما عندي مانع مشكله ايوه لا تشيل عادي اتاكات يلا جو 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 اوكي ازر باك الكتله على لاين على وات مات حلو هي فيديو هاي تدري والله حد تترك شتني هذا اقول لك انت انا ارجع للبيت حلو مات هو بالسلامة حلو لعب سي ما اخذ الليفل ترى هذا يا هيرمي وش دكتور هنا اللي عدل باك ليفل 6 هذا خوف شلبي جندال ايش تاري لك راين دروب ماشي اشتغل اشتغل ثاني الاول قصدي اول اي عشت ايدك جيتك اني عبال انا راح اضرب التي طاها بعد اجيب لك شيء روح افتح علي التي افتح علي اول التي بس لين نبي ثلاثة يا ولد يعني الارزة واحدة تشوف وش دكتور موت بالنعلس لا وين راح الرون راح يطلعن بعد شوي اولك على يموت او بس اول يموت ثلاث ثواني ثلاث ثواني يلا روح بس دكتور يمنا انا راجع ابي اكمل ارمنت بس يكمل ارمنت بعد ما اقدر له تعال ابخلك مانا وروح تعال راح يطلعن شو اسمه الرونات اهم شيء تعال تعال على الرون تعال كان تعرف على الرون بس اركض 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 لسه 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 يورس هنا دي جنجل اكيد راح يطلع لي يصل للشراين مالته اي هاشتاج في الباك يور سقط تجون كان يقول هذا اللي ارس بتشو يلا انا وياك نقدر نكت له واحد ليش تقدر تركض بنفس الاتجاه ما ادري هو ماكو مضروب سنتر جاك جاك تركض بنفس الاتجاه جاك اسكر لا لا ترى دا اركض على الناس بس كان ماتر كلش قوي ماشي 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 لان هاي الالتي تسوي ستان والاولى هذا ينضرب بالالتي هم يسوي دبل ستان اوكي ما بعدني ما متهم ترى الهيرو بس احسك انضربت اكثر من مره بالحياه حسن الكره ثمان وياك عدلتها لو ما مطور عشان حسن اذا تقدر ولا ما يحتاج ما يحتاج شافوني جيتك عدلتها عدلتها حسن الكور ار بي تي بي لا لا شنو؟ الكور ار بي تي بي ايش رجعت؟ حط لك ما بي خرب عدو الله بعد ما اشتري تي بي منه حسن اجاكم عند هيست حسن اجاكم عند هيست طاع المرض والفوق ثلاثة
دير بالك حسن ذبوا كل سحرتهم دير بالك انا جاي تعالك تعالك هوسكر 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 ما اقدر اجي دمي طخ هوسكر دمي طخ دمي طخ لا تطلع لا تطلع منه ذب هاي مع المس ما عندك رادي نوت نوت تو هيروتم هيروتم هذه بس بي كي بي كلهم ينفع ما حد يبقى بيهم بس بي كي واحد ما يحتاج حتى بي كي بي هاد بس الجي بيول هذا هو انا ما اخذت الكاست رينج بالفايت دامج بس يلا عب دامج على من هذا من القحبة يعني بالغلط اخذتها؟ تقدر تلعب اتاك اروح العب اتاك لان العب ضد هذا يمكن هذا هذا اشنو اسكار في ما عندك هاك السمك نص ساعة تيبي كسرتها مستوى نازل هو علي علي اشنو رجع 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 انا ضرب سحر ميت ميت بري سايلنس حتى لا يقمس عليك يسوي لك شيء راح على دلالتي طه تعال سمك نروح نقتل ارصان وياك بس جايك ماشي للين كان لزقني بالحياه من الاخر طه ترفع بمكانه وتضرب التي ثاني ليفل 8 شلون؟ بشتري كتاب يمكن انا ليفل 8 سولكس كذا هذا بعد شبعنا كتل تسكر صار عنده ارنت وليفل 11 هذا شلون جوني هيك كذي جوني وورد ما تحرك ما اقدر استنى اذا اجي قبل اموت ثاني بعد لي شوي على المايدس من هاي طبعا بس كسمك بعد لازم تجون نقتل تاسك هاسكار اها انا عندي تيبي تستعملون الكورير نحتاجه كلش انا اقدر اجيك بس تمام ويانا واحد روح انا اقدر غلس غلس تعال تعال طه جيمنا يهكر ترى ثلاثه وياي واحد وياي واحد وياي واحد وياي نقل فوق نقل فوق ثلاثه جندات لا 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 هو الريدر دكتور واحد والدكتور له شيء قبل لا رجع خلص رجع ها ما رجع هاي ورده 100% 100% ورده اخ كرر خرج على البيس ويجي ان شو اسمه هوسكار راح يستكر شباب اتوقع اشترى بلينك وسوى تي بي يدير واحد الروش راح يجي ال اي البلينك اللورونات حاول انك تلعن جوا بيتهم تعاركون عرون؟ ما ادري نقدر هذا هاسكار 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 تفلت تعال اخذ الرون جوا يلا بلعوا راح على روناتهم لاين حيضربنا شو اسمه هاسكار سوى تي بي لغيته لغيته نو اسلت له تي بي؟ حلو اسوي طيب ليش ما تعب عليك؟ ما اقدر اتحسن شيء ايش يضربني سادس عنده ستاكات بس شيء شغل بس سادس متت خذ ابن القحبة صار ذكي عافك وجاء علي شك شقني العسكر يبقى لازم انا اوف الليل إذا اجي يمكن يموت عرفت 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 اللين لا 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 ثلاث واردات بالشوب كالعادة اقول لك مشكلة مو بالوارد وين يزرع لك يا وين يزرع هم دي يتعاركون بس فوق تروين خليه لو دين حتى يصير عندنا خمسة بعدين ما نفوز شيء مستريح انفذ اولك الغيك عشيدي شنو هاكلهم لك موك بس تعاركوا يا واحد طلعون اربعه
هاي جوك بالوعي شنو؟ لاين بليك طيزي فززني والله. اذا تقدر عود الزمهم اذا لاين ويا ضربة سايلنس حاول لا تورطهم كلش لا تورطهم كلش لا تتورط هذا خلاص انفيزيبلتي علي 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 جهاز كار بس سايلنس متنا كنا اطفر 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 حسن لا ما متوازي تعوي متوازي انا بلينك من جاب فلوس البلينك مفاجئ علينا بلينك بس ما ادري ما عندك خمسة وصل خلص عنده خمس كمان بس انا عندي خمسة وميت ثلاثة بس يعني انا مو كلش مو تقدم هذا يقمز لي يموت If he fall down. Hello. هذا عنده بايب طيزي من عنده بايب هوسكا بعد لك ارسك بلوعي غاندال غاندال طيزي كاشيتيا طيب الناس قد ما طيار صاي ما منتبه والله بطئ صاير عندي كلش لك العركه لايون بس يقموز انا ميت لو ما تقايل يعني ميت ايثرلنس حسن اتوقع ايثرلنس احسن من شل الواردات تشوف شلون دنموت مو بالواردات ترى دنشوفهم اي بس هسه هاي الورد لو ما هي لا 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 اثنين لا اثنين لا اثنين لا الواردات هم مهمه يعني هسه كان مات قام دال بالنعال لو ما الوارد واقول له ارجع وهاي المنطقة واقفين هنا كلهم يدا يشوفونه. أنا أصلاً ما اشتريت. ما أعتقد الله. الله. حلوة يلا. فارم أنا حشتري واردات بعد. لا لا لازم تشتري لازم واردات ترى. الله ناد. هنا هي عود هي بالواردات. لا لا مو بالواردات لا. حسن ترى لا تطلع حجة. لنشوفهم. لا تطلع حجة أنت لا تخبط. يمي يمي يمي. فايت. أكو تي في. أخذته. خمسة شلب اثنين بسادة شلبهم بسادة اثنين جدت معك ما شلب ما شلب لو جاء الله اقول لك المنى شلب المنى امي امي شلب امي وخالتي اثنين هين شلبهم بلاصة يا دقون بي دك العير لا شكرا حسين 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 شنو كل واحد شنو ما كانت فرقته هواي بس عادي بس عادي كان من قعد عادي يعني ما راح يجوز فايت اللف شنو المشكله طام الكول داون هذا هذا حاول شوي خسرنا نعرف. يعني خسرانين الجيم يعني بس شل شل الجيم قوي يتعرك وين نفسه حسن ما ادري يتعرك ويانا انا ما راح انقل الغير لين التحالف تسدد يا باخ شوف شو ماتا بالسادس ميمار ميمار مو مات دقر الله درع حي يا الله تعال اقتلني قل عن طيزي كسمك انت الاخ عن طيزي Top 10.
وعدنا نور كان فرقنا كيف قتلناهم يا احتمال رامبا يجيجيو بس انت عشنو قندال قندال أبالي شوي يسوي دمج يعني هذا يا لف والله ماخذ مالته سهم ماله الاول 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 هذا اللي تشين شمور اه هوسكر جوا تعالكم ميد تعالكم ميد هوسكر جوا تعال كلنا ميد اخر مره هذا ثانتي اذا عندك سارج دوسه اوه راح دوسه دار صار هذا حبس وياي لا شلون متحمل مسوي هيك من نفوت ونسوي بالريسبون تطلع الهيلو ما تقفل بالقاعده مبروك انا ايجز انا ايجز لا وياي لوك 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 ثاني اسمه طبعا. انت ثاني بس كتلوت حلو هذا كتلو هذا بنلقح من الاخر جيبه عنده بلينك طايره حسن طايره قبل الجيمس بس خلنا نوصل بالرينج حلو من ورا من ورا من ورا نيت نيت فروم ذا باك والله شكو يكون تعركوا يثلث ترى هاي العركه شو اسمه ماكو ترى هاي هوسكر ماكو من هاي النام بالله لازم نشوفهم ايه مو غير جيب المثل الحكي الحكي ما يفيد بالله ما يفيد هسه انا ولا مره متداقر بالحركه اللي يخلص الجيم يعني عادي نقعد نحكي كلها بتغلط هيك ايه نص الجيم تخلي حتى الواحد كلش مو زين حتى تيمك يندقر اوكي هنا نحاول ندب لنا وردات بس هو بقى هي صارت بعد قديمه مال واحد يورد الجنجل مالته ومن هاي ورد وحده يخليه والباقي على الجو يصير الجو لكم والفوق هو لهم يعني بعد هو الفوق لهم لا لا بس سنتريات انا اريد ما اريد وردات يعني يوردوا لنا اياها اريد ورد سنتريات اللي هم اكيد يذبون وردي اما الشراي يشوفونا لما يورسه يورسه هذا يورسه يس يس قالوا بقى هاي ورد مالتهم يمي ارجع 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 على ارزه على ارزه على ارزه جيبي يلا يلا على ارزه بس ما عندي ما له سوالف حلو هاي وين تحلطيه فتح فتح تحلطيه توني ماني بس ما على السريع لا تقولون ما عندنا راح راح افرم فوق انا جاي جيب تي في بالكوره هل سمك شنو تريد تواجهون؟ لا انا بدي ارجع البيس واجيكم متواجه ليش ترجع على الثانيه؟ ماكو ما عندهم يرسه انا ننقل عادي ذاك الدور بس نتعارك اربع ثواني نسوي شيء هسه بعد ما نسوي شيء طيب بطل عود وانا من اوسكار ستانك اه كاكا بطل بعد مين اللي؟ طاهر اه بطل فيك شيء رون ما سمعتك بدي اقول لك دعطيك بعد ما سمعتك والله انت جد نحكي رجع 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 لا تعرفون هنا ابد شنو عندك فلوس؟ اذكر عندك شيت مال فلوس شنو اخذت لك الباني من يمك؟ لا شلت البانتي يا ولد ريوز 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 عليك وانت شلت البانتي رجع رجع هاي جرام انا يمكن متت ماكو حد يمك راح نسد راح نسد لازم من هذا؟ حكم شي تسيبه؟ لا شنو شايفيني؟ ضربة هالشي؟ روتد عاش؟ اي عاش فاك عار ما يموت فتحت عليهم الليفل مال هذا واسكر الاول قندرة ينتظرون روشان لا
بس سنتريات اهم شيء. هاي تاور مرحبا يا اخي عشان I like where this is going. Fear not. Roshan has fallen to the ring. راح يقتلون مرتي يعني يا عمي بالشات. اوسكار اكيد شايل تشيز. هذا جوا نتعارك وياهم هذا مطر هذا اللي خفيف جوا. منو جوا؟ هذا الهيرو الجديد. لا نروح نقتل ما هذا كذا ما تشيلون الجوا. خلنا نتعارك ويا ذولا بالمال. يلا. ويتراي. بس لازم يبدي شو اسمه؟ السادس مال. هذا لا 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 خش بداية. ارجع جدا. لا. هيا ارجع ما نقدر. اللوجن على الشدة بليد ماتي. حاول تفعل مدوني. اي حلو تفعها. روح تفعل فوق همين وياك. تايتور الثاني ما نحتاج. ميمار عندك منو هذا؟ يرد ليتر لس. هذي كلش. قلك ايش عندي اذا هذا مجال واحد يلعب واردات كانها المشكله اساسا من وين انت تشتريهن هيروك عنده جولد بس يا بكافي كافي فين داقه ترى اصلا انا بدي اشتري واردات قال لي تقروها هاي والله عمل الفيجن يمكن هذا الالتي يطق فيجن لا ما صار يطق فيجن ما عندي هاي اللجنة يا اخي يا بلوعي وين هذا ابن العهرة؟ اسكر عنده ستان كبير بالكم ليش اشتري أصلاً ما عاد دبي باك اشتري الدوخك وشي طالع الدتشيز لا يا مول الدتشيز لسه ثاني هذا الهيرو ترى لعبان نفس هذا كلش لا جاب بلينكو بكيبي ماكو شي هيرو بندوه كل جيم بندوه كلش خايس ماكو هيروات ما تموت وتنقلب الدنيا تعال تعال ابكس حصرانه بالبيس مالك ايش فيكم انا راح اهم تبع هيرواتهم ما الناس تريد تفوز تلعب 30 لوس ايدر اللوس انت خصك يعني العدل يعني تعال خلينا نكمل الجيم وكنا دنباع يعني وحلوه الجيم ودنباع الحركه ثاني جروم ماريكي يقول لك لا تقرن تفوز الجيم يعني
يا ما اربع للجيم لو خلاص بعدك سوي سوي نواتش خلينا نشوف ترى هيرواتهم يعني تقوى اقوى بهواي طبعا هيرو ميت الذهب اليوم انا هذا الهيرو الجديد شو تسوي مش ما تسوي لما يموت كلش صعب يموت لازم تخليه يفلت شلون تخليه هذا جيم ثالث رايح قصد الجيم رابع؟ قصد يعني عنده يفوزون؟ ايه طاهم راشو قدرون خلينا نسمي اشكد النتورك طلع بالعين طلع هذا الاول منه جاغرنوت هذا سكين اركانا ايه وذاك الجيم خسروهم كانوا ماخذين راكسين ايه بس هالمرة اصعب يخسرون يعني كل السعودي اكل جيم كان اكلهم يدوس يعني زين هو ليش يخلي الملستم جو الماسك اوف مادنس سكول؟ هو المفروض يساعد الماسك اوف مادنس ويخلي الملستم فوق يعني ماسك اوف مادنس ينزله والله ماسك اوف مادنس احسن بالالتي اذا يضرب الالتي ماسك اوف مادنس كلش تطفي دمج يعني اتاك يستري هذا ما دي كم دمج هم مقابل تيد جيم منو هي رواتهم اقوى راكنو لو تنين العراق لا نشوف ليش راك كلش قوي بالاخير لا نشوف العراقيين اقوى التي فاول هاي انقلبه مو كلش مورفلينج اذا مات هاي مات مات مورفلينج ايش قلبه بعد هاي جي جي وين مات مورفين اوف عنده واي بار انت متأخر شنو؟ ايه نص طويلة مات جيز استهزة او من الجيم من قبل صراحة جي هم فعلا مرتاحين هم اصلا يعني هم جيم لا ما يستهزئون لان هم ايش قال لعب البارحة صاحب قال احنا نريد ننهي البطولة بدون خسارة كوكما لنا قائد كلونز تعسر من استرال الفيتش يعني هاي كلين شيت يعني الله 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 شاك تلف هانجلور هو مدعبل؟ ايه ميجا انمي ناو هاز ميجا تو نغمتي المفضلة لما نحن اه خوي خلونا خير الله هتعرفوه خير الله عربان اي جاغرنوت مات زين بس لايف ستيلر مات ضياع اقول لك هو بس ذكر ما يلعب ضياع أول شيء قلنا خمسة بيجي ذا يدوس ماسك أوف مادنس هو سادس يزيد الدمج غير؟ لا ما هو الالتي مال جاكر بيجي ذا سواها يعتمد على الدمج وعلى الاتاك سبيد
اي يعني قبل كان سلاشس محدده يعني مثلا اي اي افتهمت قبل